بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. أخيرا منتخبنا الوطني بيفوز في كأس الأمم الإفريقية امبارح على غينيا بيساو. غينيا الحقيقة ليها حكايات وحكايات، اسم غينيا لوحده ليه حكايات وحكايات هتكلم عنه، لأنه الحقيقة كنت قاعد بتفرج قبل بس بتكلم عن منتخبنا، لأنه منتخبنا كسب امبارح الحقيقة هدف مقابل لا شيء بعد الحقيقة ما خسرنا من المنتخب النيجيري. امبارح كسبنا منتخب غينيا، منتخب قوي زي ما كيروش قال لنا الحقيقة، وقال أيضا كيروش قال حاجات كتيرة جدا جدا عايز أتكلم عنها، ولكن خلينا أتكلم من المهم أو الأكتر أو الحاجة اللي حصلت دلوقتي، هو خسارة منتخب الجزائر، خسارة حامل اللقب. حامل اللقب المنتخب الجزائري خسر 1-0 من منتخب غينيا حالا دلوقتي. المباراة لسه خالصة قبل ما أخش لحضراتكم على الهوا، حالا دلوقتي المباراة لسه خالصة وهزيمة. تخيل حضرتك أن المنتخب الجزائري عنده من مباراتين من 6 نقاط عنده نقطة وحيدة. المنتخب الجزائري مهدد بالخروج من هذه البطولة إذا خسر أو تعادل في المباراة القادمة أمام منتخب كوت ديفوار. صراع قوي جدا 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 في المباراة القادمة، منتخب كوت ديفوار هيلاعب منتخب الجزائر. مين اللي هيكسب؟ أنا شخصيا أتمنى المنتخب الجزائري يكسب بصراحة عشان يكمل في هذه البطولة. وفي نفس الوقت احنا لو ربنا كرمنا وكسبنا في المباراة اللي جاية إن شاء الله هنلعب تاني، هنلاعب بقى ساعتها لو كوت ديفوار كسب. بص هي المجموعة دلوقتي اتعقدت بتاعت منتخب الجزائر ومنتخب كوت ديفوار ومنتخب غينيا ومنتخب سيراليون الحقيقة اللي عمل مباراة رائعة وتعادل أيضا مع كوت ديفوار النهاردة بهدفين لكل فريق لكل منتخب، وبالتالي هذه المجموعة لسه فيها تعقيدات كثيرة جدا جدا، ولكن هذه هي كرة القدم زي ما حضراتكم شفتوا، زي ما حضرتك شفت امبارح. كم واحد جاله القلب امبارح؟ انا كده على فكان له كم واحد جاله القلب امبارح بعد الهدف اللي احرزه منتخب غينيا بيساو؟ ها كم واحد جاله القلب امبارح وكم واحد قلبه وجعه امبارح لما الكره دي دخلت جون وتعادلنا او تعادلوا؟ كلنا الحقيقه، كلنا اي حد مصري طبيعي هيزعل. لكن الحمد لله كره فاول. في ناس كتيرة جدا بتتكلم عن الموضوع ده تقول لك اصل الكرة مش يا جماعة الكرة فاول. احنا لعبنا مباراة جيدة افضل شوية ولو بسيطة جدا من المباراة السابقة من مباراة نيجيريا، ولكن في النهاية انت كسبت وخدت 3 نقاط. صدقوني مع كل مباراة ومع قرب ما انت تطلع لدور ال 16 هتلاقي الوضع بقى افضل بكتير جدا جدا من الفترة اللي قبلها. ليه؟ لان وجهة نظري ان كروش المفروض يعني شاف كل حاجة وعرف الدنيا ماشية ازاي وعرف الأمور ماشية ازاي، وعرف إن مصطفى محمد ما ينفعش يلعب وينج رايت، وعرف إن محمد صلاح ما ينفعش يلعب راس حربة، وعرف إن عمر كمال هو اللي يلعب باك يمين مش محمد عبد المنعم. يعني خلاص الراجل فهم الدنيا المفروض، يعني ده اللي أنا فاهمه، فالمفروض إن هو فهم كل الأمور دي بشكل أو بآخر، وبالتالي إن شاء الله المباراة اللي جاية أمام المنتخب السوداني تقدر تعمل مباراة قوية ومباراة جيدة وتفوز على المنتخب السوداني. المنتخب السوداني منتخب جيد جدا، ومنتخب عمل مباراة جيدة بالمناسبة أمام المنتخب النيجيري، وكلهم لعيبة شباب دخل فيهم جول في الدقيقة الأولى أو في أول 4 دقايق في الشوط الأول وآخر 4 دقايق في الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني في أول 3-4 دقايق دخل فيهم جول، وبالتالي هم ما كانوش مركزين في أول الشوط وفي آخر الشوط وفي نهايه المباراه، لكن طوال المباراه الحقيقه عاملين مباراه جيده المنتخب السوداني، وبالتالي هي مباراه صعبه، ديربي عربي معروف، المنتخب المصري مع المنتخب السوداني، منتخبين شقيقين ومنتخبين كبيرين الحقيقه. ان شاء الله ديربي عربي يستطيع منتخبنا الوطني ان هو يفوز. فخدوا بال حضراتكم من اللي بيحصل برضو، لانه في الاخر كره القدم مجنونه، مفاجآت. حضرتك قاعد في البطوله دي ما بتعملش حاجه غير ان انت بتشوف مفاجآت غريبه جدا وكبيره جدا بتحصل مع كثير من الفرق او المنتخبات القويه والكبيره. منتخب مصر، منتخب الجزائر، منتخب كوت ديفوار، منتخب غانا زي ما حضراتكم شفتوا كده. منتخب كوت ديفوار الجون طالع يمسك الكره وقعت من ايده راحت للاعب منتخب سيراليون عملها بالعرض جون، تعادل دخلتهم في المجموعه تاني. لكن
المنتخب المصري اداء ولا أسوأ في المباراه الاولى امام المنتخب النيجيري، يعني الاداء اتعدل. خليني دايما انا اتكلم في الناحيه الايجابيه، الاداء اتعدل شويه في المباراه الثانيه، شويه في المباراه الثانيه، لكن عندنا افضل من كده. ايوه عندنا افضل من كده، عندنا احسن من كده، عندنا احسن كده بكتير جدا جدا. فالحقيقه انا بشوف حاجات، او كلنا بنشوف حاجات غريبه جدا بتحصل في هذه البطوله الرائعه، الرائعه لغايه دلوقتي، مش رائعه في مستوى الفني، لا بالعكس، الرائعه من ناحيه الاثاره. منتخبات مش موجوده في الساحه هي اللي بتنافس دلوقتي، ماتشات بتخلص قبل نهايتها وبيحصل عليها قصص زي ما شفتوا مباراه تونس ومالي، منتخب تونس ومنتخب مالي، اهداف مثيره في اوقات غريبه من حاجات غريبه بتحصل من حراس المرمى زي ما حصل مع حارس مرمى كوت ديفوار النهارده. فالحقيقه تيجي تتفرج على البطوله لا فيها شغل واثاره، اثاره جيده جدا جدا جدا. ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ اتمنى خلينا نبقى احنا ماشيين كده كمنتخب مصري، يعني نمشي كده جنب الحيط واحده بواحده 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 لغايه لما تلاقي نفسك ان شاء الله في النهائي. زي فاكرين لو تفتكروا البطوله الاخيره اللي لعبنا فيها المباراه النهائيه واتغلبنا في المباراه النهائيه في الجابون، الناس بعد اول اسبوع الناس كلها قالت لك ايه بعد المباراتين ثلاثه الاولانيين، قال لك يلا هنطلع من دور ال 16 ربنا مع هيكتور كوبر طبعا، ربنا كرمنا دور ال 16، قال لك طب خلاص هنطلع من دور الثمانيه، والناس بقت الصحفيين صحابنا واصدقائنا اللي كانوا هناك بيقولوا لي ايه هنلم شنطنا وهنرجع بعد دور الثمانيه، بتكسب 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 لغايه لما وصلت المباراه النهائيه. فالحقيقه يعني اتمنى ان ده يحصل، خلينا احنا ماشيين جنب الحيط وخلينا نتفرج على الاثاره اللي بتحصل في بعض المباريات زي اللي حصل النهارده. المنتخب الجزائري يا جماعه ضيع اللي ما شافش الماتش. المنتخب الجزائري النهارده اضاع 300 فرصه. مش 300 طبعا، لكن عدد كبير جدا من الفرص زي مباراه سيراليون بالظبط. المنتخب الجزائري ضاع 90,000، ضيع اجوان كتيره جدا. وشوف الفرق، شوف الفرق في التعليق، تعليق على المباراه. حافظ الدراجي اللي بيعلق على مباراه الجزائر النهارده راجل جزائري بيحب بلده، بيحب انديه بلده كلها. ما بيتكلمش غير على المنتخب الجزائري فقط. بس. ما بيتكلمش على أي حاجة تانية. ما بيحاولش يستفز الجمهور بتاع فريق تاني. شوف حفيظ الدراجي النهارده هو بيتكلم. بلاش حفيظ الدراجي علشان ما يقولكش مش عارف إيه. شوف كابتن علي محمد علي على الرغم من إن هو مش أهلاوي. وما بيشجعش النادي الأهلي. ومصر كلها عارفة هذا الكلام. ولكن أنا دايماً ببقى مصر، مش أنا، القناة كلها بتبقى مصرة ان يبقى الكابتن علي محمد علي معانا في مباريات المنتخب بنكلمه. ليه؟ لانه رجل عارف كويس جدا جدا هو بيتكلم عن مصر، عن مصر، ما بيتكلمش عن حاجة تانية. ما بيقولش معلومات غلط. ما بيقولش معلومات غلط. بالعكس رجل حيادي جدا. رجل حيادي جدا. عشان كده جمهور الأهلي بتحب تسمعه وما بتوطيش التلفزيون. لان احنا عارفين ان كابتن علي مش هيجي على النادي الاهلي، عارفين ان كابتن علي محمد علي مش هيجي على النادي الاهلي، لكن عشان كده ما بنطيش التلفزيون، بنسمع التلفزيون. هو معلق بيحترم نفسه وبيحترم جمهوره وبيحترم بلده ومذاكر كويس جدا، ما بيقولش اي معلومات غلط وخلاص، يضرب اي كلام وكلمتين عفوا. وعمره طبعا كابتن علي ما سمعناهوش كتير، يعني ان هو بيتكلم عن مباراه لمنتخب مصر بيتكلم فيها عن اهلي وزمالك واسماعيلي لا بيتكلم بالعكس. اذا كان بيتكلم عن هذا الامر هو بيتكلم الاهلي بشكل ايجابي، الزمالك بشكل ايجابي، الاسماعيلي بشكل ايجابي، بقيه الفرق بشكل ايجابي. هذا هو الفارق. كابتن حفيظ الدراجي مع المنتخب الجزائري نفس الكلام. كابتن علي محمد علي امبارح مع المنتخب مصر، ايه الجمال والحلاوه دي؟ تسمع وتتبسط وانت قاعد بتسمعه، تسمعه وتتبسط وتعلي كده التلفزيون، اعلى حاجه في التلفزيون اللي هي 100 توصل، ممكن توصل ل 100 عشان تقدر تسمع الكلام. ما بيقولش معلومه غلط الراجل، ولو قال معلومه غلط بيطلع يعتذر عنها، مفيش مشكله على فكره، مفيش مشكله ان اي حد يعتذر عن معلومه غلط اتقالت. لكن ان انت يعني كابتن علي محمد علي
او كابتن حفيظ الدراجي النهارده مع المنتخب الجزائري، او كابتن عصام الشوالي مع المنتخب التونسي، بتلاقيهم ناس انا بحب اسمعهم جدا، مش انا لوحدي، كل الجمهور المصري والعربي بيحب يسمع معظم الناس دي، هم حتى على الاقل طبعا المباريات اللي بيبقى فيها الاهلي وشبيبه القبائل مثلا، بتلاقي دايما المذيع الجزائري بينحاز للفريق الجزائري، المذيع المصري بينحاز للفريق المصري، ده طبيعي جدا، ده طبيعي جدا، عشان كده في قناتين صوتيتين في الاوقات اللي فيها مباريات زي دي، عشان يتم رضا او يكون هناك رضا لكل الاذواق في ذلك الوقت يعني. لكن انت بتتكلم عن منتخب بلد، فتتبسط بتعليق علي محمد علي، تتبسط بتعليق حفيظ الدراجي حتى لو عليه تحفظات في بعض الامور، لكن في التعليق يعني، لكن مع المنتخب الجزائري لا تتبسط. الراجل النهارده المنتخب الجزائري مغلوب بيقول لك لا احنا لازم نقف ورا منتخبنا ونعمل ونخلي ونسوي، والمنتخب الجزائري هو الافضل في افريقيا وما عندناش مشكله وهنكسب الماتش اللي بعده، وكلامه عن مصر وتنظيم مصر واللي عملته مصر والحاجات الحلوه واللي مفتقدين ملاعب مصر ومفتقدين الاقامه في مصر والاقامه في مصر والكلام الحلو اللطيف ده، هو ده المعلق اللي بيحترم زي ما قلت لحضراتكم نفسه، بيحترم مهنته وبيحترم تعليقه وبيحترم كل شيء جيد. فعشان كده تحيه كبيره جدا لكابتن علي محمد علي الحقيقه، وتعليقه الرائع امبارح على في مباراه منتخبنا الوطني ضد منتخب غينيا بيساو، وايضا برضو طيب وبرضو عايز اقول لحضراتكم تحيه برضو للكابتن حفيظ الدراجي وتعليقه الرائع الحقيقه على مباراة منتخب الجزائر النهارده اللي لسه خلصانه من شويه، تحيه برضو كبيره للكابتن عصام الشوالي على تعليقه في مباراة منتخب تونس، حاجه جميله جدا، تونس وموريتانيا حاجه جميله جدا وحاجه محترمه وناس بنحب نسمعها، عمرنا ما هنوطي التلفزيون ابدا طول ما الناس دي بتقعد تبسطنا الحقيقه يعني. يعني وعلي محمد علي كابتن علي يعني كان وشه حلو على مصر الحقيقه، وربنا كرمنا وكسبنا، يمكن ما الاداء برضو كان شويه في الاخر، لكن في النهايه اول ثلاثه نقاط خدناهم، مع ان انا ما بحبش انا قصه الوش حلو ووش وحش وبتاع، لكن انا في النهايه كابتن علي محمد علي بحبه جدا وبحب اسمعه، كابتن حفيظ الدراجي بحبه جدا وبحب اسمعه، كابتن عصام الشوالي بحبه جدا وبحب اسمعه. ف يعني ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان المنتخب المصري كمان ان شاء الله في مباراته امام منتخب السودان هنشوف ايه اللي هيحصل يوم الاربعاء، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع ان نفوز في هذه المباراه الهامه جدا عشان نصعد، وبعد كده نشوف بقى موضوع سيراليون والجزائر والكلام ده كله. طيب الاهلي بكره ان شاء الله هيلعب مع نادي الاسماعيلي في تاني مباريات كاس الرابطه، ايه اللي هيحصل؟ زميلنا محمد توفيق من برج العرب من مقر إقامة النادي الأهلي طمنا على بعثة النادي الأهلي، زكى توفيق وطمنا على بعثة النادي الأهلي. مساء الخير كابتن إسلام، تحياتي لحضرتك كل مشاهدي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، بالفعل مع حضرتك من هنا من محافظة اسكندرية وبالتحديد مدينة برج العرب من داخل فندق إقامة بعثة الفريق الأول للنادي الأهلي، اللي زي ما حضرتك ذكرت بيستعد إن شاء الله لمباراة الإسماعيلي غدا إن شاء الله في إطار مباراة الجولة الثانية من المجموعة الثانية من كأس رابطة الأندية المحترفة. يمكن النادي الأهلي يعني اختتم استعداداته لهذه المباراة على ملعب مختار التتش بالجزيرة النهاردة ظهرا، الفريق سافر عصرا إلى اسكندرية، الفريق وصل قبل صلاة المغرب بقليل، يمكن كان في محاضره المستر بيتسي موسيماني مع جميع اللاعبين في تمام السابعه مساء، عقبها وجبه العشاء في تمام السابعه والنصف، ومن بعدها يمكن اللاعبين كلهم خلدوا للراحه في الغرف بتاعتهم. يمكن كابتن صالح حفيظ اجتمع كمان مع اللاعبين وحسهم وحفزهم انهم دي فرصه كبيره انتوا بتمثلوا النادي الاهلي بتلعبوا للفريق الاول، وبكره مباراه كبيره امام النادي الاسماعيلي، اعتقد فرصه كبيره جدا انكم تعبروا عن نفسكم وتعبروا عن قيمه ومكانه النادي الاهلي. يمكن اجواء اكثر من رائعه هنا داخل مدينه الاسكندريه، يمكن كان في امطار طوال اليوم ولكن يعني توقفت منذ قليل، درجه الحراره يمكن منخفضه جدا كابتن اسلام لا تتعدى 6 درجات مئويه، نامل ان شاء الله النهارده بكره ان الامطار ما تاثرش على ارضيه الملعب استاد برج العرب اللي هتقام عليه المباراه، وكمان يعني يمكن عايز اقول لك ان ملعب المباراه لا يبعد سوى 10 دقائق فقط عن فندق اقامه النادي الاهلي، ويمكن ربع ساعه كمان عن فندق اقامه النادي الاسماعيلي اللي بيقيم في نفس المنطقه. يمكن النادي الاسماعيلي بعد مباراه سموحه اللي كانت يوم الخميس الماضي ايضا في نفس يوم مباراه الاهلي والجونه، كان فريق الاسماعيلي مستمر في معسكره هنا داخل مدينه برج العرب استعدادا لملاقاه الاهلي غدا باذن الله.
يمكن زي ما قلت لحضرتك استعدادات اكثر من رائعه. يمكن التدريب الاخير النهارده كان بيتم بشكل اكثر من رائع، جميع اللاعبين شاركوا عدد المصابين، طبعا اصابه صلاح محسن واللي هيغيب عن المباراه، طبعا الجهاز الفني فضل اراحه اكثر من لاعب من اللاعبين الاساسيين وفضل الاستمرار في الدعم ووجود اللاعبين من فريق الشباب للنادي الاهلي لاعطائهم فرصه خلال هذه الدوره. ان شاء الله يكونوا عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي ويقدموا مباراه كبيره. يمكن اليوم بكره ان شاء الله هنا في فندق الاقامه هيكون كالمعتاد، الفطار في التاسعه صباحا ومن بعد هيكون في وجبه خفيفه طبعا نظرا ان المباراه هتقام في الثانيه والنصف ظهرا، ويمكن التحرك هيكون من هنا من فندق الاقامه الى ملعب المباراه في تمام الواحده ظهرا باذن الله. ان شاء الله نتمناها مباراه قويه لفريق النادي الاهلي، وزي ما بنقول دايما الاهلي ما منحضر، وان شاء الله يكون شباب وناشئي النادي الاهلي مدعمين ببعض اللاعبين الكبار، يكون ان شاء الله عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي ويقدموا مباراه كبيره تليق بالنادي الاهلي، خاصه ان زي ما حضرتك عارف كابتن اسلام مباراه النادي الاهلي والاسماعيلي هي مباراه جماهيريه من احد كلاسيكيات الكره المصريه بغض النظر عن ترتيب النادي الاسماعيلي في الدوري. لكن طبعا يعني الفريقين ايا كان البطوله اللي بيتقابلوا فيها، يمكن دي اول مره هيتقابلوا في بطوله كاس الرابطه للانديه المحترفه، لكن ان شاء الله تكون مباراه كبيره، ان شاء الله النادي الاهلي يكون التوفيق حليف وان شاء الله في هذه المباراه ويقدم مباراه كبيره وتكون يعني زي ما بنقول يعني بعد التعادل مع الجونه يكون ان شاء الله بكره اول سلسله انتصارات وتحقيق 3 نقاط ان شاء الله في مشوار البطوله. والنادي الاهلي طبعا باذن الله يكون داخل بيلعب على الفوز وبيلعب على تحقيق البطوله. كمان يمكن تم اعلان طاقم التحكيم للمباراه غدا بقياده الكابتن محمد الصباحي، نتمنى كمان لطاقم التحكيم التوفيق ونشوف مباراه تليق باسم الفريقين ونشوف اجواء اكثر من رائعه هنا داخل مدينه الاسكندريه تختتم وتكلل بفوز النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد توفيق من مقر اقامه بعثه النادي الاهلي طبعا في الاسكندريه في برج العرب. الحقيقه زي ما حضراتكم شايفين احنا بنحاول نوري حضراتكم ايه اللي بيحصل دايما في كل مكان. عندنا مباراه مهمه جدا بكره، النادي الاهلي سيلاقي النادي الاسماعيلي زي ما توفيق قال ان هي واحده من كلاسيكيات كره القدم المصريه. الحقيقه المباريات دي بتحب تلعبها ناشئ مش ناشئ، حاجة لو كنت لعيب كبير لو كنت لعيب صغير بتحب تلعب مثل هذه المباريات. سلام بقى كمان لو عندك تعليق حلو في كالعادة يعني زي ما بنشوف هنا في مصر، الحقيقة هتبقى حاجة رائعة جدا جدا جدا، لأنه الكلاسيكيات كرة القدم دي الإسماعيلي فريق كبير جدا جدا، واحد من أهم وأكبر الفرق في مصر، وسيظل اسم النادي الإسماعيلي دائما كبير في هذا الأمر مهما كانت الظروف ومهما كانت الأمور. ولكن في النهاية النادي الأهلي خلي بال حضرتك برضو، لأن أنا النقطة دي أنا عايز أتكلم فيها مع جمهور النادي الأهلي، لأن أنا الحقيقة بسمع بعض الاستديوهات التحليلية بقعد أضحك والله العظيم بقعد أضحك. يعني تخيل حضرتك لما يطلع حد يقول لك إيه يا جماعة مشكلة موسيماني إن هو بياخد بطولات بس، طب أنا هرد أقول إيه؟ يعني أنا أرد أقول إيه في حاجة زي دي؟ هو يعني طبعا يعني تخيل حضرتك ان بقت مشكله المدير الفني دلوقتي في مصر، تخيل ان مشكله اي مدير فني في مصر او مدير فني للنادي الاهلي ان هو بياخد بطولات بس. يعني ايه يعني ايه بياخد بطولات بس؟ ما فهمتش. يعني حاجه غريبه جدا الحقيقه، وكل واحد وله رايه، انا بحترم كل الاراء ما عنديش اي مشكله، لكن في نفس الوقت يا جماعه انتقد وانقد اداء ملعب، انقد كذا انقد كذا، لكن يعني ايه يعني ايه مدير فني ما بياخدش غير بطولات، ما بيعملش حاجه غير ان هو بياخد بطولات؟ ما انا محتاج افهمها، بيجيب بطولات بس، انا محتاج ان انا افهمها الحقيقه لانه مش فاهمها والله والله بجد النقطه دي تحديدا مش فاهم. لكن تقدر تقول مثلا ايه ان موسيماني قد يكون مخطئ في ان هو بيدفع بالناشئين في مثل هذه المباريات مثلا، لو عايز تقول كده ده حق كل واحد. ممكن اقول ان موسيماني قد يكون خطا ان هو لاعب اسلام الشاطر مثلا باك يمين وما لعبش محمد هاني مثلا، يعني اي حاجه انتقد، قول اداء ان في اداء الاهلي وحش انت حر مفيش مشكله، قول ان اداء النادي الاهلي يحتاج الى تطوير، قول كذا قول كذا انت حر، كل واحد يقول اللي هو عايزه. لكن ان تقول ان بس مشكله المدير الفني ان هو ما بياخدش غير ما بيعملش حاجه غير ان هو بيجيب بطولات، انا بالنسبه لي دي يعني علامه استفهام من يعني مهم جدا في هذا الامر. لانه انا برضو كمان عايز اتكلم عن الناشئين في النادي الاهلي، والناس كلها بتقول يعني بسم الله ما شاء الله موسيماني بيدفع بكثير من الناشئين وكثير من الامور، وان الناشئين دول هم الناشئين دول طالعين منين يا جماعه؟ الناشئين دول الحقيقه اذا كنت بحيي موسيماني على جرأته في الدفع بالناشئين وكذا وكذا،
لكن انا بحيي كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومستر بروكيتش ايضا المدير الفني لقطاع الناشئين، بحييهم جدا 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 وكل العاملين بقطاع الناشئين. انا لما بتكلم على كابتن خالد بيبو واتكلم على بروكيتش لانهم هم اللي موجودين، الباقي كل او على راس المنظومه. فانا لما بأحيي كابتن خالد بيبو او كابتن او مستر بروكيتش على هذا الامر، فانا بأحيي كل قطاع الناشئين في النادي الاهلي، بأحيي كل العاملين من اداريين ومدربين ولاعبين في النادي الاهلي، لانهم في ناشئين النادي الاهلي، لانه اللي حضراتكم شايفينه ده وان انتم بتقولوا ان في فلان وعلان، انا مش عايز اقول اسماء، لكن ان انت حضرتك كاهلاوي او كجمهور النادي الاهلي بتقول ان فلان ده كويس وعلان ده كويس ويستحق الفرصه الفتره اللي جايه وكذا وكذا وكذا. على فكره كل ده بفلوس، الناس دي بدل ما اجيب لعيب من بره وادي له 20 و30 و50 مليون جنيه، ما ندي اللعيب بتاعي ابني اللي انا مربيه جوه حضني وعارف هو بيلعب ازاي. ممكن زي ما بتشوف كده النادي الاهلي يستحق كل التحيه، واداره كره القدم وعلى راسها كابتن محمود الخطيب يستحق كل التحيه. كابتن محمود الخطيب، لجنه التخطيط لكره القدم، شركه كره القدم لما يبدا عملها، او يعني هي يعتبر ابتدات عملها بدايه من شهر واحد بناء على كلام الكابتن خطيب وايضا كابتن خالد بيبو وكابتن مستر بروكيتش. انا الحقيقه بقى احيي هذه المنظومه الرائعه ان هي تطلع لنا عدد محترم من الناشئين. انت كجمهور النادي الاهلي بقى وانت قاعد بتتفرج كده شايف ان فلان وعلان وترتان دول كويسين وهيكملوا، والباقي هيبقى ممكن يطلعوا اعاره ويرجعوا افضل. انت كجمهور النادي الاهلي عارف ان عندك قطاع ناشئين محترم على راسه مدير لقطاع الناشئين كابتن خالد بيبو ومستر بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين، وفي نفس الوقت عندك اداره كره قدم بقياده الكابتن محمود الخطيب وكابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف بيفكروا ازاي للناشئين خلال الفتره اللي جايه، وطبعا نائب الكابتن محمود الخطيب الان هو كابتن حسام غالي، وبالتالي الناس دي بتفكر لكرة القدم ازاي؟ بتفكر للنادي الاهلي ازاي؟ بتفكر ان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ان هي بتفكر في الناحية الاقتصادية الفنية الاول والاقتصادية، بمعنى ان انا ممكن يكون عندي زي ما حضرتك شفت كده 15 20 ناشئ، ممكن يبقى في 4 5 يكملوا والباقي يطلع اعارات بفلوس، ها؟ علشان يروحوا ويرجعوا افضل من الاول. وعندنا 3 ناشئين في التشيك، احمد عبد القادر ده رجع من التشيك وراح عمل سموحه ورجع من سموحه ولعب مع النادي الاهلي وبيلعب مع النادي الاهلي، عمار، اكرم توفيق اللي بنتمنى له السلامه، وغيره 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 من اللاعبين. انا اتكلمت مع حضراتكم قبل كده في هذا الامر، وبالتالي لا، انت عندك اداره محترفه تعرف كيف تفكر علشان تصل في النهايه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ان يبقى عندك مجموعه من الناشئين. زي ما حضراتكم عارفين كاس الرابطه هي كأس تنشيطية أكتر من أي شيء آخر، هي بتشوف فيها ناشئين، بتلعب فيها لعيبة ما لعبتش، هنشوف إيه اللي هيحصل بكرة في مباراة الإسماعيلي والأهلي، لكن في النهاية أنا شخصياً يعني الموضوع ما يفرقش معايا أكتر من إن أنا بشوف لعيبة كتير عايز أكسب طبعاً وعايز أفوز وعايز، لكن في النهاية لما ألاقي مجموعة الناشئين دول وأشوف إن في فلان وعناصر واعده وعناصر تصلح، هي ده اللي يهمني اكتر من اي شيء اخر. زي ما جمهور الاهلي واعي لمثل هذه الامور، الناس كل الناس اللي بتكلمني وبتبعت لي بتقول لي هذا الامر، احنا يهمنا ان احنا نشوف زي محمد لعيب كويس قوي، مش عايز اقول اسماء برضه عشان يعني، لكن عندنا لعيب واثنين وثلاثه واربعه وخمسه يقدروا يلعبوا ويستفيد بيهم النادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه، هو ده المهم. الشكل العام اللي حضراتكم او اللي احنا بنتكلم فيه هو ده المهم، طبعا مع الفوز، ما حدش بس عشان ايه انا عايز اكسب وعايز اخد البطوله، النادي الاهلي ما بيخشش بطوله غير لما بيبقى عايز ياخدها، ولكن دايما هناك اهداف اخرى دايما بنبص لها بجانب هذه الامور. تقييم الامور يكون في ظروف هذه الامور ونطاق هذه الامور. فالحقيقه لا، الموضوع كله أتمنى لأنه ده مهم جدا، ودي رسالة لكل أصدقائي وأخواتي ومحبين النادي الأهلي واللي ما بيحبوش النادي الأهلي كمان من المحللين والخبراء في كرة القدم، وأنا عارف إن هم أكثر علما مني في كل شيء وكل حاجة، ولكن عايزين لما نيجي نتكلم التقييم يبقى منطقي في إطار الماتش وعلمي وفي ظروف الموضوع وفي ظروف البطولة، يعني دي بطولة تنشيطية أكتر من أي شيء آخر.
فيها ماتشات، انا في ماتشات بتفرج عليها اكتر من ماتشات منتخب، اكتر من ماتشات امم افريقيا. فخلينا نراعي كل الظروف الخاصه بهذا الامر، لكن كل واحد حر، ما عنديش اي مشكله، لان انا في الاخر كنادي اهلي انا بحاول احافظ على مستقبل الناشئين دول، وبدل ما بصرف مثلا 100 مليون انا عندي استعداد اصرف ال 100 واجيب فيهم خمس ست لاعبين احسن ما اجيب 10 مثلا. مثلا يعني، لانه هيبقى عندي ال 100 دول اخليهم 90 80 70 بوجود الناشئين اللي انا بقول لحضراتكم عليهم، بوجود الكابتن خالد بيبو والشغل اللي بيعمله، وبوجود مستر بروكيتش واللي بيعمله، واداره كره عارفه كويس. وعلى فكره راس مال شركه كره القدم خلال الفتره اللي جايه الناشئين اللي حضراتكم شايفينهم، المواهب اللي حضراتكم شايفينهم دول، اللي احنا اللي النادي الاهلي بيصرف عليهم عشان بعد كده لو طلعوا بره يجيبوا لي فلوس، او لو انا استفدت منهم يبقى انا بصرف على ابني وبزود القيمه قيمتي كلاعب يضاف جديد للفريق. فالكلام ده كله بيترجم. هو النادي الاهلي ليه النادي الاهلي دايما خلال الاربع سنوات اللي فاتت، او من خلينا نتكلم من اول ما بدات جائحه كورونا، ليه النادي الاهلي واقف على رجله وبقيه الانديه زي ما حضراتكم بتشوفوا كده اللي بياخد من هنا والباقي، لكن النادي الاهلي هو الوحيد اللي واقف على رجله ليه؟ لان هناك تفكير جيد في طريقه الصرف، هناك تفكير جيد في الانكم اللي داخل، في كل مليم بيعمله النادي الاهلي. عمليه الاستثمار في كره القدم مدروسه، مش عشوائيه وخلاص ارمي ده هنا وهات ده هنا وقطاع ناشئين وسرح وناس بتمشي من، ما عندناش احنا الكلام ده، كل حاجه بتبقى على قد ما بيستطيعوا يعني بتبقى مدروسه، ممكن واحد او اتنين يروح منك، لكن في النهايه الموضوع كله في اطار احتياجات النادي الاهلي، دايما الموضوع بيبقى كده. فانا بكره ان شاء الله نتفرج على ماتش كويس وماتش رائع وكل حاجه، ونشوف مجموعه الناشئين اللي موجودين دول هيعملوا ايه في ظل وجود واحد زي حسام حسن، في ظل وجود كريم فؤاد، في ظل وجود عمار حمدي، بقيه اللاعبين اللي موجودين، كل دول نقدر نشوف ونستفيد من الولاد الصغيرين، يستفيدوا من وجود هؤلاء الكبار اللي موجودين. اللي عايز ينتقد ينتقد، اللي عايز يخبط في اللاعبين يخبط، لكن دول يا جماعه ناشئين، ناشئين النادي الاهلي، هم دول المستقبل الفتره اللي جايه. وهتقولوا اسلام، ومش انا اسلام، مش اسلام اللي قال، اداره الاهلي هي اللي شايفه هذا الامر بشكل جيد جدا، لجنه التخطيط، بيتسو موسيماني، اداره قطاع الناشئين. وبالتالي خلينا نشوف ايه اللي هيحصل ونقف دايما ورا فرقتنا، وهو ده جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي فاهم وواعي جدا لكل حاجه بتحصل حوالين هذا الامر. اخيرا قبل بس ما استقبل ضيوفي، بمناسبه ان انا عايز اتكلم عن محمد صلاح تحديدا، خلوني بس الاول اعرض تصريحات مهمه جدا قالها بعد المباراه، ولازم نقف عندها شويه. تعالوا نروح نشوف هذه التصريحات ونرجع نكمل. ما اقدرش اقول الفوز اتاخر ليه، احنا حاولنا نكسب من اول ماتش، لكن انا عارف ان الفوز صعب ومتاخر، بس برضو لازم ندي اللعيبه حقها المجهود اللي بذلوه الماتش كله. ما فيش حاجات كتيره ممكن اقولها غير ان انا ببارك للعيبه على الفوز، وببارك لجمهورنا والناس في مصر كلها. Well, I think we just changed the manager like 3 months ago or 4 months ago, so the manager was not here for a long time. أعتقد أننا غيرنا المدير الفني منذ 3 أو 4 شهور فقط، وبالتالي هو لم يكن هنا منذ فترة طويلة. لدينا لاعبون جدد، لا أعرف كم لاعب منهم بدأ مباراة اليوم ويلعب للمرة الأولى في بطولة كبيرة مثل أمم إفريقيا. هذا أمر صعب، دائما ينضم لنا لاعبون جدد طوال العشر سنوات الماضية، وهذا أمر صعب أيضا على كل مدرب. الناس تغضب عندما أقول أننا يجب أن نغير عقليتنا، لكن سأقولها مرارا وتكرارا، يجب أن نتغير لنواصل اللعب لأكثر من 10 أو 12 سنة. لا يوجد الآن سوى 3 أو 4 لاعبين فقط يلعبون مع بعضهم في المنتخب منذ فترة، وهذا لا يكفي، يجب أن نقاتل من أجل هذه البطولة. كما ترون هي بطولة صعبة،
كل الفرق تلعب بمستوى كبير، والآن في إفريقيا معظم المنتخبات لها لاعبون يلعبون في الدوريات الأوروبية، وهذا يجعل الأمر أكثر صعوبة. يجب أن نؤمن بأنفسنا وأن نقوي عقليتنا ونرى إلى أي مدى سوف نصل في النهاية. طيب، ده كان كلام كابتن محمد صلاح. قال لدينا لاعبين جدد الحقيقة، وكل هؤلاء اللاعبين ما لعبوش مباريات كافية علشان مع المنتخب الوطني. هو بيقول كده كل سنتين بيجي ناس جديدة. الحقيقة أنا عايز أتوقف عن هذا الأمر، لأنه من وجهة النظر أن محمد صلاح دايما بيتكلم بيها أنه لا، لازم يبقى في مجموعة كبيرة من اللاعبين متجانسة وعارفة بعضها. وإحنا كسبنا 6 و8 و10 إزاي؟ يعني فكر حضرتك برضو في الكلام اللي بيقوله محمد، وهو قال كده برضو أن الناس بتزعل لما بيقول أنه لازم يبقى في تغيير في المنتاليتي بتاعتنا، وهو قال برضو أنه هو لازم يقول الكلام ده تاني وتالت. افتكر كده 2006 و2008 و2010 ايه اللي حصل. هم مجموعه من اللاعبين كانوا موجودين، فضلوا فتره طويله جدا مع بعض من 2006 من 2005 2006 معاهم طبعا الجيل بتاع النادي الاهلي العظيم وجيل بقيه الانديه وكل الناس، لكن في الاخر من 2006 او 2005 لغايه 2010 2011 هذا الفريق او هذا المنتخب مع بعضه، هم القوام الاساسي 10 12 15 لعيب، هم بيحصل خرج عمرو زكي دخل جده، خرج بركات دخل فلان، خرج ابراهيم سعيد دخل عبد الظاهر، خرج عبد الظاهر دخل فلان، خرج حسام حسن دخل ميدو، هو ده. لكن الباقي ابو تريكه على زيدان على مجموعه اللاعبين اللي موجودين الحقيقه وخدوا البطولات دي وعملوا هذا الجيل الرائع من اللاعبين، على هاني سعيد، على سيد معوض، على احمد، بقيه الناس اللي موجوده كلها، احمد فتحي، حسني عبد ربه، محمد شوقي، احمد، بقيه اللاعبين كلهم اسماء تعرفهم هتقول اللي في 2006 هم. فيمكن محمد بيتكلم في هذا المنطلق ان احنا عايزين مجموعه تبقى موجوده مع المنتخب تكمل على الاقل 5 6 سنين. محمد بيتكلم في هذا الامر وقال ان هم الناس عرفت تلعب كره قدم في 2006 و2008. العالم كله اتكلم عن منتخب مصر في 2008 2009 و2010 لما فاز بالبطوله الثالثه على التوالي، بطوله كاس الامم الافريقيه الثالثه على التوالي، وباداء رائع ومجموعه تقريبا هم من اللاعبين اللي قدروا باستثناء بعض اللاعبين اللي دخلوا وطلعوا. ففي الاخر خلينا نسمع كلام بعض، خلينا نبقى هادين كده واحنا بنتكلم وبنسمع كلام بعض. طيب الحقيقة برضو، طيب عايز أقول لحضراتكم أخبارنا سريعا جدا في بالنسبة لأخبارنا في كأس الرابطة. موسيماني أعلن عن قائمة النادي الأهلي لمواجهة النادي الإسماعيلي زي ما حضراتكم دايما شفتوها. كابتن أكرم توفيق بيخضع لفحوصات طبية جديدة من خلال كأس الرابطة. عبد القادر يشارك في تدريبات النادي الأهلي النهاردة. كأس الرابطة أيضا انتظام كريم فؤاد في مران الأهلي النهاردة. برضو خبر مهم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل الأهلوية، كهربا محتاج دقيقة في الدقيقة 76. هو نزل كان قاعد احتياطي في فريقه الجديد بيلعب جلطة سراي، فاز 4-2. النتيجة كانت 2-2 لما كهربا نزل. هتاي سبورت زي ما حضراتكم شايفين الصورة على الشاشة، كهربا نزل في الدقيقة 75 عمل ثرو باص رائع الحقيقة في الدقيقة 76، جه منه الهدف الثالث لفريق كهربا لهتاي سبورت، وفاز على جلطة سراي بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبداية أكثر من رائعة لنجم النادي الأهلي كهربا الحقيقة، اللي بنتمنى له يا رب كل التوفيق، وهي 6 شهور إن شاء الله يلعب فيهم ويعود مرة أخرى لناديه النادي الأهلي. طيب، دي كانت أخبارنا النهاردة. خلونا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هستقبل النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم والنجم الكبير كابتن أسامة عرابي. هنتكلم في كل ما يخص كرة القدم سواء مباراة النادي الأهلي بكرة أو اللي بيحصل في كأس الأمم الإفريقية. نطلع فاصل، وبعد الفاصل كابتن شريف عبد المنعم وكابتن أسامة عرابي على الهواء مباشرة في البيت الكبير.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم. ازيك يا كابتن شريف؟ ده كابتن اسلام. ازيك؟ كله تمام الحمد لله. الحمد لله. ايضا النجم الكبير كابتن اسامه عرابي. ازيك يا كابتن اسامه؟ اهلا وسهلا بر حضرتك. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انا عارف ان كابتن شريف اكبر منك طبعا واقدم. كنت بتفرج عليه. ده كنت بتفرج عليه قبل. لعب معايا. انا لحقت كابتن اسامه برده، خلي بالك كده في تنتوفه لعبت عليه كمان. والله ما بعرف في الاولمبي. اه والله. اه صح صح. مره كده كان هاف عقر يعني. نعم؟ كان هاف ناحيه الشمال عقر. كنت بتعلم منه والله العظيم يعني. بسم الله ما شاء الله. صعب يعني تاخد منه كوره. خلي بالك يا كابتن شريف. لا انا يا ريت لعبت لحقتك في الشمس. يا ريت انا وانت مثلا لعبنا ناحيه اليمين كده مع بعض. كنت هتستريح. بقول لك ايه، لعبنا في الشمس بس. لا يا عم انا مش مش هروح تاني خلاص. انا خلصت. خلي بالك خلصت الشمس. وانا كمان. عينهم وحشه. لا خلي بالك اسلام كان باك عقر جد والله ما بعرف. لا انا وانت طبعا ده كان جناح رهيب. ده كابتن شريف ده بيكسر اي حاجه. انا بسمع بصراحه. لا لا انا ما لحقتش بس بسمع. لا هقول لك على حاجه، انا شفته في الافلام اكتر. ظروف الحادثه هي اللي فرقت طبعا طبعا. خدت بالك؟ بس انا كنت بحب اللعيب كويس. اوكي. يعني اما بيلعب ورايا ربيع مثلا واي حاجه. سلام. يلعب ورايا مدحت رمضان. كنا في لغه بالعينين كده. اتنين كنت بحب العب معاهم. كابتن فتحي مبروك طبعا اتعلمت منه وانا صغير. امتى دافع وامتى اطلع وامتى يبقى في توازن في المركز نفسه. اوكي. اتعلمني من كل الناس يعني. فبس اما بيبقى وراك لعيب مطمنك انت بتاخد راحتك بقى كفيرويد. تحاول تعمل غزوات، تخش لجوه، تطلع لبره، تعمل عرضيات. يعني بتبقى لا هو كان حظوظ لكل لعيب انه يكون وراه باك كويس. طبعا هو كمان مش يعني مش هيتكلم عن نفسه، زي ما انا شفته ولعبت معاه كان من المهاجمين اللي يتعبوا اي مدافع. يعني انت عارف في مهاجمين سهلين على المدافعين. لطاف. لا هو شرس جدا. سريع قوي ومهاري وبيروح على طول لقدام يعني. ما بيقعدش يستنى يعني. ما بيلعبش على على طول يعني. في حيويه وسرعه ونشاط غير طبعا اهداف بقى. واحنا بنلعب في الشمس لو ما بصيتلوش يا نهار ابيض على اللي يحصل فيه. هو انت بتبصي اصلا؟ يعني انت بتدعي حاجه مش موجوده عندك. زمان بقى بطلت خلاص كل ده بطلته. مشرفين ومنورين دايما كابتن شريف وكابتن اسامه. والاثاره اللي بتحصل في كاس الامم الافريقيه الحقيقه بعيدا عن الناحيه الفنيه الحقيقه يعني. بتلاقي جون يطلع يمسك كره سهله تقع من ايده تخش جون يغير منتخب زي غرايب وعجائب. الجزائر زي ما حضرتك قلت، انا كنت سامعك بتقول للشباب بره لو الجزائر خسرت هجيب لكم تورته. جبت التورته الجايه الماتش الجاي. خش بايدي فيها حاجه. خش بايدك فيها حاجه. فيعني برضو اثاره. عايز اقول لك على حاجه. مهما تتخيل اسلوب اللعب او طريقه اللعب، النتائج حاجه تانية خالص طبعا. بالنسبه لكل الفرق يعني. فرقه النهارده بتلعب سيراليون، كوت ديفوار، استحاله تتعادل او استحاله مثلا. فرق الامكانيات بين الفرقتين كبير قوي. انت تتوفق في كورتين رحتهم وواحده من الجول وواحده اتلعبت بصراحه 10 على 10. الهدف الاولاني اللي جابه اللعيب بشماله ما تتشافش يعني. وفي ظروف لفرقه لازم يا اسلام نتعلم، اذا كان على المستوى الدولي او المحلي او اي حاجه، اللي يجيب جون لازم يغطي الجون تاني. اذا انت متفوق عدديا وامكانيات وفرديات. انت كده بتربي على منتخب مصر. على كل حاجه. وعلى على مصر كمان. ايوه على منتخب لما مصر. لما بلعب، لا انا بتكلم على محلي. الاهلي بيلعب مثلا، بعد الاهلي يجيب جول والتاني خلص الحكايه. ادام انت الاقوى، ادام انت اللي عندك الامكانيات الاستحواذ، ادام انت اللي عندك الفرديات، وانت اللي مطالب منك ان تكون قدام جماهيرك صاحب الكلمه. ما ينفعش تجيب جول وتفضل لغايه الدقيقه 90 او الدقيقه 95 تتعرض للي تعرض فيه الجزائر النهارده، اللي تعرض فيه مصر مع نيجيريا، اللي تعرض فيه تونس. مصر مع غينيا كمان امبارح. وتونس اتعرض مع مصر امبارح لو الراجل الفار ده. كوره امبارح النهارده كمان برده مباراه كوت ديفوار وسيراليون. دي مش يعني برده في الدقيقه كام والجون بيخطئ وبتاع يعني. الناس دي حاجه اوت اوف هاند يعني، بره ايدك خالص وبره الجهاز الفني. وبعدين بقى تخش مع اسامه ونرجع لكروش ونشوف العلاقه برضو عايز اتفضل يا كابتن اسامه. هو الوحش في مجموعه غانا والجزائر، كوت ديفوار والجزائر وسيراليون ان حظهم ان الطبيعي ان كانوا يكسبوا 6 بونت الاثنين او بالكثير واحد فيهم يتعادل مره يبقى 6-4 وبعدين الماتش الاخير يلعبوا بقى على مين اول على الخفيف. لكن دلوقتي دخلوا في مرحله الاربعه ممكن يصعدوا. الاربعه ممكن يصعدوا تخيل. الاربع فرق ممكن يصعدوا. لان الجزائر لو كسبت ساحل كوت ديفوار هتبقى 4 بونت وكوت ديفوار 4 بونت،
غينيا كسبت هتفرق المواجهات برضو، المواجهات المباشره بقى هتفرق. ال ال سيراليون، سيراليون كسبت هتبقى 5 بونت لان متعادل ماتشين، اتعادل هيبقى 3 بونت صح، اتعادل اتعادل هيخرج غالبا يعني يبقى 3 بونت. لا لو اتعادل والجزائر اتعادلت كسبت يبقى هو بره، يبقى هو بره. لا لو الجزائر اتعادلت هتبقى مشكلة، ما هيبقى 3 فرق. بس هي المجموعه دي واضح ان هيبقى فيها 3 التالت بتاعها هيخش، يعني يعني 3 فرق هيخشوا في المجموعه دي واضح كده. يعني باي وضع شكلها كده 3 فرق في المجموعه دي. الجزائر بصراحه في الماتشين حظها وحش قوي. مظبوط صحيح، لسه ما وصلوش الجزائر، الجزائر اللي احنا عارفينها اللي هو المرشح الاول. لا بس عاملين ده كابتن بيروحوا بكميه مليون. الشوط الثاني مش اقل من 5-6 فرص مؤكدين في حلق الجون. يعني كور غريبه جدا. النهارده برضو اكتر من كوره قبل هدف غينيا، قبل هدف غينيا غينيا برضو اكتر من كوره هدف بسهوله جدا. على الاقل ما طلعوش خسرانين، طلعوا خسرانين وكانوا كانوا هيجي فيهم الجون الثاني والثالث في اخر دقيقتين ثلاثه، لانه طبعا كانوا بقى مندفعين كله طاير وطايرين وكده. بس هو منتخب حتى الان انا بقول عادي جدا انه في ماتش ساحل العاج، رغم ان ساحل العاج فرقه مميزه جدا وما تستحقش التعادل النهارده، مع احترامي برضو لسيراليون اتعادلوا بهدف فيه توفيق كبير قوي. بس فريق منتخب كويس. لا منتخب كويس، منتخب غينيا منتخب كويس، بس برضو الشوط لا يعني التاني. منتخب كوت ديفوار والجزائر المفروض فارقين يعني. يعني حتى الشوط الثاني النهارده كوت ديفوار والسنغال والمغرب دول 4 فرق. كوت ديفوار والنهارده وسيراليون الشوط الثاني وانسى الجيم لكوت ديفوار، مسيطرين على الماتش 2-1 والموضوع انتهى. الكرة بتاعت الجون دي غريبة جدا. ما احنا بنتكلم بقى هي دي الإثارة، ان الماتش الكرة تيجي تمسك تقع. سبحان الله، كانوا خلاص أول مجموعة بالستة بونت وخلصت. هم اتخضوا. يعني أنا حتى الجون لما تشوف الملامح بتاعته كان قاعد بعد ما وقع قاعد يتفرج على الكورة، يتفرج على الكورة لغاية لما دخلت وبعد كده وقع واستوى. الجون ده خرج. لما يكون هو حس. خرج ما رجعش. ما رجعش وفي لعيب هو اللي وقف. ده كمان تعرض الفرقة تعرض إنها تخسر. بس هو قاعد يبص على الكورة على فكرة، هو زي ما يكون حس ان هو متحملها 100%. ده وقع على دماغه، مش حس على دماغه، هو مش حاسس يا كابتن، هو متحملها 100%. دي مالهاش يعني، دي مالهاش. فمجموعة صعبت بطريقة غريبة، وهتبقى اكبر المفاجآت في البطولة لو الجزائر خرجت من الدور الاول. لا وخرجت ايه ده، خرجت من اول ثاني وثالث يعني. انت مختار اول وثاني وافضل ثالث يعني، والجزائر لا فرصة غير المكسب. لا الجزائر مش فرصه غير مكسب، لازم تفوز على لازم تكسب كوت ديفوار. لازم تكسب ملهاش حل. خلاص لازم تفوز على كوت ديفوار. ممكن الاثنين يوصلوا مع بعض لو الفرقتين التانيين تعادلوا هيوصلوا دول مع بعض. لكن وهو ده بيني وبينك، هو ده الانسب. وعلى فكره الجزائر لو كسبت اكيد هم وكوت ديفوار هيوصلوا مع فرقه منهم، لان انا بقول لك المجموعه دي هيبقى فيها 3. يعني مثلا لو غينيا كسبت سيراليون هيبقى 4، ولو الجزائر كسبت كوت ديفوار هيبقى 4. غالبا اللي عنده 4 هيوصل في التوالي، هيبقى واحد فيهم اول، واحد ثاني، وواحد ثالث. يعني انا اتوقع المجموعه دي يبقى فيها 3 بصراحه. يعني مجموعتنا انا متوقع ان مش هيبقى فيها 3 يعني. مصر و خلاص بقى اتحسم يعني بشكل كبير. نيجيريا ومصر تتعادل الماتش الجاي وخلاص. بالظبط تكسب خلاص يعني. حتى يعني في ظل هذه الظروف اللي احنا بنتكلم عنها تتعادل. يعني انت بتستفيد من كل اللي حصل. طيب. اذا كان في المباراه الاولى او في المباراه الثانيه او في التعديلات في التشكيل أو التعديلات في طريق اللعب، ولكن هو بيدفع تمن العند بتاعه. ان هو قال لك انا 28 مش هاخد، انا فلان وفلان وفلان مش هاخد، خلاص يعني ما حطش لنفسه اي تصور ان في حاله كوفيد في العالم كله، ما حطش تصور ان اي في اصابات في ايقافات. فكان التفكير زي ما يكون زي ما احنا قتلناه بحثا معاك المره اللي فاتت، ان هو بيفكر في ماتش كاس العالم بس، او بيتفرج على اللعيبه دي مين اللي هو يقدر يستخلصهم، وحبه الشديد للعيبه اللي هي المحترفه. مهما كان حتى اللعيب المحترف ده اللي عنده ركبته لسه ما رجعش الحاله البدنيه السليمه بتاعته زي تريزيجيه. حرام تريزيجيه امبارح بيفتح السبرنت غصب عنه، عايز يثبت، عايز يعمل اي حاجه، بيخش لجوه يخش لبره، بس هو مش جاهز برضه. انا بدخله وبعمله تحت ضغط نفسي، ولغه التفاهم بين اللعيبه اسلام وبين المدرب اعتقد بقت معدومه. عشان كده انا بحمل اللعيبه الماتش الجاي او الماتشات اللي جايه المسؤوليه. انت كلاعب كوره انزل الملعب العب لعبك بقى. انت كلاعب كوره تنزل الملعب تبين ان انت لعيب دولي ولعيب محترف ولعيب كل حاجه. انسى اي حاجه غير ان جماهيرك بتطالبك في الموقف ده انك انت تكون في احسن فورمه ليك، تكون في احسن شكل ليك.
الشكل اللي الناس عارفاه. تريزيجيه لو كان الماتش اللي فات ده فاده شويه كفتنس وكجرأه وكتعارف على الارض اللي بيلعبوا عليها في افريقيا دي، والاجواء والرطوبه والدنيا غير الاجواء اللي هي في انجلترا، زيه زي مرموش. مرموش الماتش اللي فات اسامه بيلقف وهو بيجري بالكره بيكح وبيعمل وبياخد نفسه ومش برده مش داخل انفورم في مع الفريق. ملهاش دعوه بالفنيات، ملهاش دعوه بالانطلاقات، ملهاش دعوه بالتنفيذ، انما هي ليها دعوه ان انا مش موجود اصلا ذهنيا وتفكيريا جسمي مع عقلي مع الدنيا مع الناس اللي واقفه بره اللي هي بتضع فيها ثقتك واسمك في اول ماتش لعبته كبر قوي والنهارده انت بتطالب منك حاجات كتير جدا انت مش موجود. انا قبل بس ما اتكلم عشان برضو الناس قد تكون بعض الناس فهمتنا غلط، لان حضرتك بتقول ايه عمر بيقول وفي يعني ازاي اسلام يقول ان الكابتن شريف عبد المنعم، انا سمعتك وانت بتقول للناس جوه ان الجزائر لو خسرت هتجيب لهم تورته، مش هيجيب تورته يا شريف يا عمر علشان الجزائر عشان صعب ان الجزائر تخسر. صعب ده كلام قصد الكابتن شريف يعني بيقول لهم الجزائر تلعب اي حد، الجزائر لو لعبت اي حد لازم تكسبه، هو قصده كده الامكانيات اللي موجوده دي، قصده ان الجزائر لو لعبت اي حد انا براهنهم انهم مش ان احنا مبسوطين، لا بالعكس ده احنا وانا حتى في الانترو وانا بتكلم قلت انا نفسي الجزائر توصل كمنتخب عربي يعني لا لا ناس متابعاكوا يعني فانا بحكي بقول الناس يعني بس احنا كابتن شريف بيراهن ان دول مش هيخسروا على تخسر بما انهم يعني اقوى منتخب واقوى بتاع مش ان هو عايز الناس تخسر يعني انا عايز منكم تورتايه دبست انا في التورتايه يعني الجزائر دبسوني انا في التورتايه وانت قاعد لنا ايه قال لك ايه عمر انت قاعد لنا على الواحد عمر ولا يعني لا هو الراجل بيقول رايه مفيش مشكله بيقول يعني. رايه طبعا فوق لا كل انا شفت كده على تويتر لقيته كاتب فقلت اقول له ان الجزائر صعب قوي وانا واسامه بنقول دلوقتي داخلين لا ما تدخلش كابتن اسامه معاك انت اللي قلت لسه بنقول على الاقل في ثلاثه احنا بنهزر على فكره عشان ما تاخدوش احنا بنقول ثلاثه في المجموعه دي لا صعب قوي الجزائر وبعدين بيروح على الجون بتاع 20 مره بسم الله ما شاء الله وعرضيات بقول لك في ماتش السنغال كمان يعني مضيعين جون كتير قوي والماتش النهارده مضيعين جون كتير قوي حاجه الراجل ليه حق المدير الفني بصراحه هيتجنن لا هيتجنن بجد طالع بعد المتقبل بعد المؤتمر الصحفي يقول لك انا مش عارف طب اعمل ايه ما اقدرش اعمل حاجه ده شيء قدري على عكس حاجه بالعرض كده اسلام تيك تروح داخله جون ده واحد قالش داخله جون كلنا شايفينها داخله جون داخله جون راحت الباك عايز يدخلها في نفسه طلعت برضه برضه يا كابتن اسامه على العكس برضه في المنتخب المصري ولكن انا دايما في مثل هذه الامور انا بحب اتكلم في الايجابيات اكتر من السلبيات حتى لو في ايجابيه واحده نحاول ان احنا نتكلم عنها لانها مهمه جدا لكل الناس يعني ان انا دلوقتي منتخب مصر الشوط الاولاني او المباراه كلها انا شايفها افضل من المباراه السابقه ايه راي حضرتك مفيش شك طبعا هي افضل من المباراه السابقه بس يعني احنا كلاعبين كره قديمه او حتى جماهير او خبراء او كده متوقعين ان ماتش غينيا بيساو والسودان اقل كتير جدا من المنتخب النيجيري وانك تكسب انه الموضوع في المتناول مع احترامنا الكامل للفرقتين ما فهمش صعوبه انك انت تكسب اللقاء بس هو الايجابيه انه مستر كروش ما عانتش زي ماتش نيجيريا ولعب الشكل الطبيعي بتاعه اللي هو صلاح ناحيه الجناح مصطفى محمد راس حربه مرموش ناحيه الشمال الثلاثه اللي في النص حط عمرو سلاية طبعا ودي حاجه اضافه كويسه رغم ان لسه جاهزيته لكن الحمد لله انه رجع قدام المدافعين نني شماله هو حط عبد الله سعيد قصدي نني يمينه وعبد الله سعيد شماله وعبد الله بعد كده بيطلع في المركز اللي هو تحت صلاح ساعات تحت بس عبد الله كان وحش قوي الصراحه كان وحش طبعا لا انا بتكلم ان هو حط المراكز زي ما هي عمر كمال لعيب ما غيرش كتير يعني ما غلطش دي اول ايجابيه يعني دي اول حاجه الناس كانت بتطالب بيها وهو عملها لكن المكسب نفسه على غينيا بيساو او ان شاء الله مباراه السودان الجايه في متناول جدا المنتخب المصري مع احترامنا الكامل للمنتخبين ف الحلو انك كسبت الاول دي اول ايجابيه في اللقاء لانك انت برضو ممكن تلعب مع فرقه في مستوى اقل وتتغلب زي ما حصل مع الجزائر النهارده زي ما كان هيحصل في اللقاء الكره الاخيره اللي هي فاول واحتكاك مع عمر كمال والراجل شاط وجاب جون كانت دقيقه 88 كان ممكن تطلع متعادل يعني لو الحكم طنش على الفاول لكن احنا دي ايجابيه ان انت كسبت ايجابيه ان الراجل رجع يلعب الناس في اماكنها لكن ما زال في مشاكل في وسط الملعب مشاكل في الخط الامامي مشاكل في الخط الخلفي
مش هتبان قوي في مباراه السودان، لكن ممكن فيما هو قادم، فيما هو قادم وتكمله البطوله هيبان الخلل ده. انا يمكن مره كنت معاك مع عادل عبد الرحمن وقلت لك انا من اكتر الحاجات المتخوف منها الجزء الاخير اللي قدام الشناوي لو حصل فيه اصابات، وده حصل وحصل فعلا ان اكرم توفيق يعني ربنا يشفيه مش خلاص معاهم مش والبطوله، ابو الفتوح ممكن مش في البطوله يعني لا مش هيلحق ماتش يعني السودان هم اعلنوا رسمي ماشي هو السودان هتعدي، لكن انا بتكلم في مواقد الونش الونش يعني ثلاثه من الاربعه ادي ثالث واحد، فانت الخط الخلفي فيه قلق شويه، هي ما وضحتش قوي في ماتش غينيا بيساو لكن ممكن بعد كده توضح. ثانيا زي ما انت اتكلمت على نص الملعب عبد الله تحس انه تقيل شويه مش عارف ليه، يعني حتى انا حسيت ان الوزن احساسي كده انه كان مليان شويه فحركته مش كتيره فما بانتش برده في ماتش غينيا وممكن ما تبانش في ماتش السودان، لكن خفيه الحركه بتاعت عبد الله مش هي صلاح طبعا احسن الماتش اللي فات وجاب جون حلو عن ماتش نيجيريا برده علامه استفهام مرموش للاسف الماتشين دولت حتى الان مش هو مرموش اللي احنا شفناه في ماتشين ليبيا واللي كنا شايفين ان هو طبعا لعيب واعد وجاي، لكن واضح ان عنده عدم خبره دوليه، بيمشي بالكره كتير بتروح منه كتير حتى جهده اقل، لعبه على المرمى حتى اقل، يمكن عمل كره ولا كورتين في ماتش نيجيريا وماتش غينيا بيساو يعني مش في الحاله الطبيعيه بتاعته. نني برضو نفس الشيء، ما بتقدرش تقول مدي المردود الكويس اللي انت منتظره منه يعني المفروض في الماتشات الجايه القويه بعد كده بعد السودان انت منتظر من لا ومن اول السودان خلي بال حضرتك انا بشوف ان ماتش السودان ماتش مهم قوي لا ما انا بتكلم مهم وصعب جدا لا انا عارف انه صعب والحقيقه المنتخب السوداني ادى مباراه انا وجهه نظري هو باستثناء اول 10 دقائق اول 5 دقائق في كل يعني هو اول المباراه ما كانش مركز واخر المباراه ما كانش مركز لكن اثناء المباراه كان مركزين جدا لا طبعا انا مش بقول انه يعني خلاص كده الموضوع 100% لا بالظبط ولكن انا بقول انه ما فيش شك ان المنتخب السوداني بالظروف اللي بيمر بيها بعد البطوله العربيه وجابوا مدرب تاني وعدد صغيرين لعيبه كتير بالظبط بيحضروا منتخب الوقفات ممكن يبقى عنده جهد ممكن يبقى عنده حماس بس بالزبط. في حاجات كتيره اخطاء في الخط الخلفي سهل جدا خبرات محمد صلاح ومصطفى محمد ومرموش ورمضان وتريزيجيه ان يستغلوها وزيزو بص اسامه عايز اوصل يعني معاك للي انت بتقوله ده في حته النني مع الجروب اللي انت قلته دلوقتي ده النني مش مطلوب منه اكتر من اللي هو بيعمله ليه؟ هقول لك ليه؟ لان انا كفيرويد اللي انت قلت عليهم بقى الاربعه دول وكده ده لازم الاقي سويتشات للنني ده يختار يدي ده ولا يدي ده ولا يدي نص الملعب اللي جنبه شايله اثنين بيطلعوا له واحد من هنا تاني. الحركه معدومه لسه يا اسامه بالنسبه ليك انت حتى لو انت بتمسك الكره ومش هتلاقي ان في تحركات واحد بيسقط والتاني بيروح تختار ده ولا تختار ده دي مش موجوده فانا مش هحمل لحد دلوقتي لا. مش هقدر احمل انني الارسنال لا انني بيلعب مع لعيبه لازم اللعيبه دي تبقى فريش لازم اللعيبه دي تبقى تاخد وتدي معاه انما انا مش هقول للنني خد واقطع مش اسلوبه يا اسلام ان هو بياخد ويقطع صح. ويروح لغايه ال 18 لا اسلوبه ان هو يوصل لعبد الله عبد الله شغلته بقى القصه دي عبد الله زي ما انت اتفضلت وقلت مش موجود عبد الله ما بيلعبش عبد الله ما بيلعبش بقاله فتره عبد الله الراجل حتى نفسيا مش مدخل اللعيبه دي ان هم يقدروا يلعبوا في اي وقت ده هم بيقعدوا في المحاضره بيقعدوا عند وهو بيقول الفرقه هم مش عارفين مين هيلعب ومين مش هيلعب مش عارفين الدنيا هتمشي ازاي بيسمعوا هم مش جاهزين الكيمستري بتاعهم هم والمدرب انا مش شايفه لان ده بيدخل زي ما انت قلت اقتنع اخيرا انه واحد بيقول لي بيلعب 4-2-3-1 فين 4-2-3-1 ده لعب 3-4-3 الماتش لا ده ابو عبد الله واقف ده لعب 3-4-3 عبد الله واقف مين اللي قال انه بيقول لك استوديوهات قالت لك 4-2-3-1 لا 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 مفيش 4-2-3-1 دي خالص هو بيتحرك في كوره للعمق ده هو لا بيلعب مع الشمال ناحيه اليمين واضحه يعني لو انت بتلعب يا حسام في اي حته ومحدش يتحرك لك هتبقى مشكله معاك انت وانت معاك الكوره ان ادام الناس ما ساعدتكش تبقى مشكله هتتقطع منك وهتباصي غلط وهتحاول تعمل اللونج ما فيش اللونج ده صلاح ما ممسوك من واحد ومصطفى محمد مستني ومرموش بره الخدمه ما عندوش ما فيش اي حاجه بتحصل للنني انا قاعد اتفرج على النني كده ما هو
هيعمل ايه؟ بس لازم برضو هو وعبد الله ستايله مش كده المهاجمين. ده ستايل عبد الله مش ستايل نني. ومفروض برضو نني في جزء يعني هو موقف المره اللي فاتت. انا لا ليه علاقه بده ولا انا ليه علاقه بتيشيرت مصر وبحاسب كل لعيب. ليه قلنا راجل الباك رايت بتاعنا اللي لعب الماتش عمر كمال كان كويس؟ ليه قلنا كويس؟ لان الكره اللي عنده يا اسلام بيديها الماتش اللي فات العرضيات اللي بيعرفها عملها زود كتير التعليمات كتير. بتاعته ان صلاح لما يعمل كده هو يبقى هناك تتلعب طويله بقى شويه تتلعب قصيره شويه تتلعب ان كومبيتيشن بينه وبين واحد. الحاجات دي كلها الماتش الجاي المفروض يبقى عندهم ثقه اكتر عندهم شكل اكتر عندهم تحركات طبعا أكتر. الضغوط اتشالت من الضغوط اتشالت من عليهم بس اللاعب هو المسؤول عن نفسه. يعني انا لما اجي حاسب بقى انا هنسى كروش خالص اميجي على كروش ده خلاص اوكي لان هو اللي عمل في نفسه المأزق ده. عنده امام عاشور كمان ده انا ما هيجي يقول لك نحطه الماتش اللي جاي مثلا في نص الملعب هيضطر يعمل كل حاجه لان بيحصل له ظروف اصابات لعيبه هو مش لاقيها. يعني انا مرموش مش موجود في الماتش اللي فات او صر ان انا العبه برده الماتش ده. امال فين الراجل اللي كان لعب المره اللي فاتت في وقت رمضان رمضان فين رمضان ما تدخل ما انت هتيجي في وقت ماتش ممكن تلعب الجزائر تلعب كوت ديفوار تلعب الفرق دي هتبقى انت محتاج سيراليون منتخب سيراليون منتخب غينيا ممكن تلعب تاني تبقى محتاج اللعيبه دي اللي عندها خبرات وعندها سرعات وعندها سن صغير كمان تقدر تعمل رايح جاي وتعمل مشوار. انت بتلعب فرقه زي الفرقه اللي انت لعبتها الماتش اللي فات دي بيستلموا منك في نص الملعب المنتخب سهل جدا ده بيستلموا يا اسلام وياخد ويلف ويروح لغايه ال 18 عندك ما حدش بيراقب ما حدش بيستلم ما حدش بيعمل اي حاجه. هي الحاجات دي اللي احنا بنتكلم ولكن فيها. دايما يا كابتن اسامه القادم بيبقى هيبقى افضل وجهه نظري ان البطولات المجمعه دي لعبه منتخبنا الوطني يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله او نتمنى كده طبعا احنا نتمنى دوت ويتمنى في ظل طبعا كل الكلام اللي حضراتكم بتقولوه يعني يتدارك الاخطاء اللي عنده. اولا في زي ما الكابتن شريف قال المنطقه بتاعت نص الملعب حتى الان ما تحسش فيها سيطره جامده يعني تحس ان اللعيبه بتوصل للخط ال 18 عندنا او على المدافعين بسهوله سواء في الاطراف سواء في نص الملعب ما فيش شراسه في قطع الكوره في نص الملعب دي واضحه جدا. يعني احنا يمكن لما كنا بنتكلم على موضوع طارق حامد اكتر من مره احنا عشان شايفين انه كان هو في المنطقه دي عنده شراسه في قطع الكوره فهو المره اللي فاتت قعد حمدي كمان فبقى موجود السليه والنني وعبد الله السعيد لازم تزيد الحته دي عندهم. فانا مش بتكلم على المنتخب السوداني انه المنتخب قليل ولا حاجه ولكن بطبيعه الحال هو اقل من الفرق الكبيره زي الجزائر والمغرب وتونس والكاميرون لكن النتيجه بقت اهم حاجه. لا طبعا النتيجه في البدايه لكن انا اقصد ان السيطره على وسط الملعب دي لازم يبقى فيها اصرار وقطع الكره يبقى فيه قوه اكتر من كده. انا حسيت ان الماتش اللي فات الشوط الثاني ان اللعيبه فقدت السيطره على نص الملعب. يمكن الشوط الاولاني كنا مسيطرين قوي واحنا اللي بنهاجم واحنا الشوط الثاني بانت قوي في حركه عمرو وعبد الله والنني انك انت مش مسيطر على وسط الملعب قوي. يمكن هو حب يعدلها لما غير نزل زيزو وتريزيجيه على الاطراف ودخل مرموش للعمق مع صلاح. هي الفكره هو بيدخل مرموش للعمق ماشي مرموش ممكن يلعب للعمق تحت صلاح ماشي بس هو حاله مرموش ما كانتش حلوه في الماتشين بيتاخر عليه قوي ان يلعب مثلا واحد زي شريف فرويد ويبقى صلاح هو اللي تحته او جنبه. اطلع مصطفى ليه ما هو مصطفى ما طلعش مصطفى يعني اول مره الراجل لازم يلدغ لدغه في اي مصطفى وقت مصطفى كان ماشي مش وحش يعني لا وبعدين يعني هو عمل مصطفى واحده في العارضه قصدي يعني زي ما اسلام بيقول لك هو ده مكانه في اي وقت ممكن يلدغ ممكن يجيب جول. عايز يمين مصطفى غير كده غير ان هو يجيب جول وبيلعب براسه في ظل وجود ان انا بلعب زيزو. زيزو الحقيقه اوفراته رائعه وهو واقف يعمل له اوفر حلو مع اوفر عمر كمال وصلاح يصطاد من الحاجات دي صلاح ياخد واحده تيجي جون واثنين ثلاثه ويبقى مزبوط. شكل المنتخب انت لو كنت جبت الجون الثاني امبارح احترافي كنت شفت نص ساعه مظبوط على اعلى مستوى منتخب مصر وجهه النظر لانه في الاخر انا برضو مقلق وده اللي حصل يعني الواحد حط ايده على قلبه في الاخر. انا مبسوط لسوليه يعني كويس انه رجع وجود سليه عامل حاله. انا طبعًا انا طبعًا انا في حل او في حرج ان انا اتكلم عن عمرو السليه لانه على الرغم ان هو يستحق بس احنا مصاب يا بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله خارج من اصابه جامده يعني. لا لا وجوده يا كابتن حاله فارق كتير جدا جدا رؤية جدا وثقه الوحيد اللي بيدي كل اللعب اللي عنده في رتم في ايقاع الماتش يعني بيعرف يستلم يلعب صح. يعمل واحده طويله حتى الجون برؤيه
كويسه. يكون اسهل حاجه هعملها ايه؟ عملها. لا لا اسهل حاجه هعملها ايه؟ اديها لزيزو. برافو عليك. راح اعملها انا بصراحة. واقف كده اعملها اسهل حاجه. أيوة. وفي الوقت ده هو يتصرف بعد كده. خد يا عم زيزو وبعد كده يحلها لي. انا مالي، انا عملت الصح. لكن بص التفكير، رؤيته وجرؤته والرؤيه والجراه والبتاع. لا بصراحه وجوده مهم جدا في وسط ملعب مصر. لكن انا قلت لك انه الباقي اللي حواليه كمان هو معاه، لان هو لسه راجع من اصابه، لازم يبقى فيه شراسه اكتر من كده في نص الملعب. يعني بحس ان نص الملعب بيتاخد مننا في اوقات، بالذات الشوط الثاني. عشان كده طارق حامد كان مهم. ايوه في اوقات كان لازم يبقى مهم. وبرده قفشه كان مهم طبعًا. في ظل وجود يعني الشكل اللي ظهر بيه عبد الله في الماتش ده. انت عارف ليه انا قلت لك امام عاشور؟ يعني انت ما جبتش طارق حامد، جاب امام عاشور تعويضا، سنه اصغر وبيلعب في الحته دي كويس وواخد مهند كمان. بقول لك وما جابوش وما لعبش خالص. طب على اي مبدا انت اخترت الناس دي؟ وعلى اي مبدا انت بتروح مادي ايدك جايب اللعيب ده حطه دلوقتي، وبعدين جايب اللعيب ده، وبعدين النهارده برضو بتنزل نفس التغييرات بنفس. انا فاكر لما قعدت معاك المره اللي قلت لك هيلعب بنفس التشكيل، بس ما لعبش نفس التشكيل. ما انا عارف قلت لك ممكن يلعبها. فجه في التغيير راح منزل تاني نفس التشكيلات. نفس التشكيل. قلت يا نهار ابيض، الناس حتى وهي قاعده معايا تاني عملوا زي تاني، انت بتنزل الناس دي تاني بنفس الوقت ده، مش عارف تعمل ايه مع مباراه سهله مش زي نيجيريا. لا مش زي نيجيريا، مباراه اسهل بكتير قوي بصراحه. انت عندك تلت ساعه في اول تايم تكسب 2-3 ايزي، وتعمل الماتش الجاي نفس القصه دي، وتعمل الكره اللي عندك وتسترجع الثقه. اللعيبه دي محتاجه يا اسامه استرجاع ثقه في ادائهم طبعا. بس هو المكسب ده اللي انا بعتقده. المكسب ده كسر التوتر شويه، كانوا متوترين جدا، مستعجلين جدا على الاهداف عشان الهزيمه الاولانيه بتاعت نيجيريا، خايفين من مفاجاه. وحتى الهدف اللي جه فينا زي ما اسلام كان بيتكلم، انك طول ما انت 1-0 هتفضل قلقان لغايه اخر ثانيه، زي ما حصل النهارده مع ده راجل لف الكوره. لا سيبك من الكوره اللي داخل الجول، شفت اللي راح لففها دي جت في ايد الاخيره يمين ولا شمال دي في اخر الثانيه بتاعت الضايع الثانيه دي. الثانيه دي اللي صدها ده، في واحده قبل الجول. ايوه الولد راح لففها راح جايه في ايد الشناوي. في حاجات انت بتتعرض لها زيك زي اي فريق. مظبوط. زي اللي تعرضت له اكبر الفرق النهارده. ايوه صح. فاعتقد الثقه هتزيد، وماتش السودان ان شاء الله الثقه هتزيد اكتر. يعني ان شاء الله انا متوقع يعني نكسب ماتش السودان، هنبقى تاني طبعا. يبقى كمان من حظنا الحلو انه كوت ديفوار والجزائر، اذا كنا هنلاعب واحد فيهم اول يعني، نتمنى كمان تبقى يعني يطلعوا بس تاني وتالت، يبقى سيراليون او غينيا كمان، تبقى الامور اسهل. انك انت طبيعه الحال بيني وبينك بعد اللي احنا شفناه ده مفيش اسهل. ايه بيني وبينك مفيش اسهل، ما ينفعش. لا مش هو بص يا اسلام، يعني مش اسهل بمعنى ان هيبقى ماتش مضمون، ولكن في فرق اسهل من الجزائر يعني المستوى الاول، اسهل من كوت ديفوار. خلي بالك الجزائر لما تيجي تخش مع مصر هيبقى ماتش عربي وماتش ديربي وماتش وبرده كوت ديفوار عندهم خبرات. مش معنى كده ان احنا لو لعبنا غينيا الاستوائيه او أو سيراليون ان الماتش هيبقى سهل. ما اسامه ترشح مين ياخد البطوله دي؟ انا سوري يا اسامه عايز لا 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 اتفضل. انا كنت حاطط اربع فرق لا معاهم مصر. لا لا واحد بس اربع منتخبات. لا بس واحد بس دي مش صعبه. انا انت شايف كده مين الامثل في الشكل اللي انت شفته في الفتره دي حتى هذه اللحظه؟ في الكاميرون، في المغرب، في السنغال. السنغال طبعا، رغم ان هم لسه ما ادوش الاداء العالي. اكتر اثنين فعلا، وبرده الجزائر. لا اخفر كاميرون انا حاطط الجزائر، بس هي المفاجاه بالنسبه لي النهارده الغلبه. نيجيريا احنا السنه اللي فاتت بالك نيجيريا هايله ومالي هايله. بقول لك مالي مقديه. فاكر انا وانت المره اللي فاتت في البطوله اللي فاتت نشلنا على الجزائر، قلنا بنتكلم قلنا لك قلنا الجزائر، الجزائر من اقوى. قلت لك من اقوى الناس. قلت لي والسنغال، قلت لك ولعبوا فاينل بس واحده فيهم كسب. بقول لك تعرف في فرقه اسمه منتخب جامبيا. جامبيا شفناها اربع نقط. شفناه انت متخيل فرقه كويسه يعني. هو اول مجموعته شفناه. بس جميل. انا بتكلم على التكمله للنهايه البطوله. اتعادل مع مالي اللي كسبت تونس منتخب جامبيا. انا مش لا طبعا يعني ان حد مش اسم كبير هياخد البطوله. لا يعني برضو من الاسامي الكبيره يعني كاميرون، سنغال، جزائر، مصر. اقول لك رايي، انا اقرب تونس، انا اقرب للكاميرون يعني. الكاميرون طبعا ملعبها كمان هيساعد مع الملعب ده قوه بدنيه. يا كاميرون يا سنغال وجهه نظري. ممكن يكونوا كاميرون، معرفش بقى. انا لو انا برضو الجزائر ما زلت غير الجزائر طبعا. ساعات بقول لو كسبوا كوت ديفوار ممكن يكملوا للاخر. ساعات فرق كده يا اسامه بتلاقي المغرب. المغرب طبعا كويس، بتفرض ستايل وبتفرد اسلوب وبتفرد شراسه اللي انت بتدور عليها. ومركزين ومفيش يعني مفيش عليهم الضغوط النفسيه اللي هي على الجزائر.
الجزائر عليها ضغوط نفسيه للمحافظه على البطوله بشكل كبير جدا. انما المغرب ماشيه وهي 6 بونت طبعا، يعني زي الكاميرون، الاثنين اللي انت قلت عليهم دول الكاميرون والمغرب، دول العلامات اللي هي عندها زي الجزائر النهارده راحت على الجون 800 مره، بس دول موفقين. دول بس خلي بالك برضو ان لعب المجموعات هيبقى غير ماتش النوك اوت. النوك اوت ده يعني لما هتخش في النوك اوت مثلا الجزائر مع مغرب ما تضمنش مين اللي هيكسب، مصر مثلا مع تونس مش اي حد مع الكاميرون من المستوى الثالث هيعمل ايه؟ كاميرون حد. لا كاميرون كمان اضافه ان هي بتلعب على ملعبها طيب والبطوله يعني. وتغيير رئيس الاتحاد صامويل ايتو نجم كبير واكيد بيحفزهم يعني تحس بيلعبوا فيهم ادائهم فيه شراسه يعني وثقه ثقه وشراسه والجمهور لا وفي شراسه كمان وكله كله معاهم يعني هياخدوا حقهم هياخدوا حقهم وفي شراسه في اللعب يعني تحس ان هم مركزين قوي في البطوله رغم ان ممكن يكونوا فنيا مش اعلى من فرق اخرى لكن انا شايف هم الاربع خمس فرق اللي احنا قلنا عليهم الفرق اللي بتتعطل وبترجع تكسب لكن فرقه واحده بس انها تقولها من دلوقتي صعب صعبه جدا لكن كاميرون مغرب انا برضو ما زلت بقول الجزائر طبعا السنغال مالي سنغال. والسنغال طبعا السنغال طبعا تونس مصر الله اعلم السكه بتاعتهم هتبقى ايه بعد كده بعد ما يعدوا انا لسه كنت بقرا دلوقتي سكه منتخب مصر المجموعه الثانيه كوت ديفوار في المركز الاول 4 نقاط غينيا الاستوائيه في المركز الثاني 3 نقاط سيراليون في المركز الثالث 2 نقطة الجزائر في المركز الرابع 1 نقطة دي مفاجاه مش طبيعيه والماتش الجاي الاول هيلاعب الرابع منتخب كوت ديفوار هيلاعب منتخب الجزائر والماتش اللي بعده او يعني المباراه الثانيه غينيا الاستوائيه هتلاعب منتخب سيراليون فتخيل انت لو غينيا كسبت بقت 6 نقاط فيعني تخيل انت لو سيراليون كسبت بقت 5 نقاط أيوة. اي واحد في الفرقتين في المنتخبين دول هيكسب هيعدي هيوصل هيوصل تاني ما هو غالبا المجموعه دي التاني هيلعب الاول عندنا انت مش فارقه معاك بقى هتلاعب كوت ديفوار او هتلاعب غينيا غينيا حتى عارف انت عارف الجزائر صعب تطلع تلعب لا تخيل لو غينيا كسبت سيراليون لو غينيا كسبت هتبقى 6 نقاط ولو الجزائر كسبت كوت ديفوار هيبقى 4-4 يبقى واحد فيهم بس هو اللي يخش تاني غينيا انت بتلعب غينيا دي لا ما هو عشان كده انا بقول لك اسلام لا عشان كده انا بقول لك المجموعه دي قال لك كروش لو ده حصل السيناريو ده هيطلع 3 فرق فيه انا متوقع ربنا بيحبه لا انا متوقع الاربع توالد اللي هم في 6 مجموعات هيبقوا 4 مجموعات المجموعه دي هيبقى فيها توالد انا متوقع كده هيبقى فيها توالد عموما ما نشوف ايه اللي هيحصل في الفتره اللي جايه فيما يخص كاس الامم الافريقيه وقد نرى مفاجآت بتحصل في الفتره اللي جايه بكره ان شاء الله عندنا مباراه الاهلي والاسماعيلي مباراة كلاسيكية معروفة، الأهلي بكرة 95% يعني ما كانش أكتر لكن نقول 95% من النادي الأهلي بكرة ناشئين. النادي الأهلي ينقصه بكرة 19 لاعب وبالتالي ولكن في النهاية تظل مباراة الأهلي والإسماعيلي. إيه رأيك؟ ما عندكش حاجة تخليك تستعجل على أي لعيب راجع من إصابة أو أي حاجة. ما عندكش حاجة تقول إن أنا لازم أشرك لعيب في مباراة مش جاهز احنا بنعيب على اي حد بيلعب لعيب مصاب عشان ما تاخرش اصابته اكتر من كده وانت اصلا ما عندكش لعيبه عندك نواقص كتير قوي في البطوله اللي جايه فانك تستفيد النهارده بالحاله التنشيطيه اللي عاملاها البطوله دي ده كويس جدا انك انت تدور على 2 في العمق من ورا وبنشوفهم اللي بيلعبوا سردباكات عندنا في الناشئين النادي الاهلي بروميسنج جدا وواعدين جدا الثقه اللي احنا شفنا بيها المباراه اللي فاتت اللعيبه بتعرف تمسك الكوره وبتنقل نص ملعب لفيرويد ان كان اسم البطوله او جديد على اللعيبه دي انما اللعيبه دي عملت تواجد لنفسها وبقوا بيروحوا بالكوره وضيعوا جوال وعندنا شكل وحضور كبير جدا من اللعيبه دي لعيبه واعده بشكل جميل جدا وفي لعيب اسمه محمد اشرف انت لو تتفرج عليه كمان انا الحقيقه مش حابب ان انا كأسماء. اقول اسماء لانه الحقيقه لا ده في لعيبه حتى ما لعبتش الماتش اللي فات مع ان على فكره حقهم بالمناسبه يعني ولكن انت برضو محتاج انا عشان متابعهم بس يعني عندك كام لعيب برضو ما لعبش الماتش اللي فات
هتلاقيه المره الجايه لو ليه فرصه واشترك بكره انت هتتفاجئ، هتتفاجئ بالجرأه، هتتفاجئ بالاداء. زي ما انت قلت المنظومه طالعه من عند خالد بيب والراجل بروكتش طالعين فاهمين، طالعين مساعدين، طالعين عندهم ازاي حاله التلقي من مستر موسيماني مع الدرجه الاولى طبعا. الحاله اللي احنا حصلت لنا واحنا صغيرين كلنا، بس النصيحه انزل العب لعبك وقول انا اقدر على التيشيرت الاحمر ان انا ابقى موجود. مظبوط كابتن اسامه، مباراه مهمه، مباراه صعبه، تظل مباراه الاهلي والاسماعيلي يعني. طبعا، بس انا اللي بقوله ان مش مهم، لازم جماهير النادي الاهلي تعرف كده. طبعا اي بطوله احنا بنخشها نتمنى ان احنا ناخدها، بس الهدف الاكبر من البطوله دي ان انا اجهز اللعيبه اللي ما بتلعبش، اللعيبه الصغيرين ياخدوا فرص، لان في وجود التسعه الدوليين المحترفين مع ناس اخرى عندهم ظروف كورونا معطله ناس بياخدوا فرص، فدي تظهر لنا بعض الناس الكويسه. يعني الماتش اللي فات مثلا مصطفى شوبير لعب شكله كويس في اكتر من كوره في الجون، واحد زي محمد مغربي اللي هو السيرد باك ظهر بشكل كويس، محمد خليفه ظهر بشكل كويس، في عبد الرحمن مانو في نص الملعب ظهر بشكل كويس، زياد طارق الجناح اليمين ناس معجبه بيه وظهر بشكل كويس، مع بقيه المجموعه اللي هي ما بتشاركش كتير، ففرصه ليهم كبيره ان كل واحد يقول لمستر موسيماني انا اهو، ان انا سواء اللي هم مقيدين في القائمه قبل مستر موسيماني كل واحد يقول لجمهور الاهلي انا موجود، انا لعيب اسمي فلان الفلاني واصلح ان انا ابقى موجود في الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. صحيح، ولو مش كده اطلع اعاره علشان ارجع مره تانية زي بقيه اللاعبين الكبار اللي استفاد منهم النادي الاهلي من كل النواحي بسبب ان احنا عندنا اداره بتشغل دماغها بصراحه. مزبوط. هو ده اللي لازم نتكلم فيه. احمد عبد القادر واكرم وعمار ومن قبله احمد ياسر ريان ومن قبله فلان. يعني بكره عمار ان شاء الله هيكون ليه اكيد. طبعا زي ما انت قلت ان كمان فرصه للعيبه اللي هي زي صلاح محسن ومحمود وحيد وحسام حسن وكريم فؤاد والمجموعه دي اللي هي ما بتشاركش كتير ورامي ربيعه، ان يجهزوا ويلعبوا ويشاركوا ويثبتوا للجماهير والمستر موسيماني ان احنا نستحق الفرصه حتى في ال11. وزي ما انت قلت بقيت كمان الناس تعرض نفسها، موضوع الاعاره ده بقى شيء جيد جدا، انك بتظهر نفسك وبتبان وترجع لناديك تاني، فهي فيها فوائد كتيره قوي. طبعا ماتش بكره ماتش مش سهل، ماتش الاسماعيلي طول عمره من الدربيات اللي في مصر يعني، غير الاهلي والزمالك، الاهلي والاسماعيلي ده بيبقى الماتشات المهمه، فنتمنى لهم التوفيق. لكن انا اقصد العب على المكسب، ولازم تكون في قناعاتك كده كلاعب بتلعب في النادي الاهلي، ولكن المكسب ده برضو في النهايه بتاع ربنا يعني، في ساعات توفيق، لكن المهم ان انا اظهر نفسي بشكل كويس. بالظبط، يعني اظهر بشكل كل الناس تقول الراجل ده لا يستحق يرتدي التيشيرت الفانيلا الحمراء. فانا اتمنى لهم التوفيق بكره ونشوف ماتش حلو يعني باذن الله يعني. يا رب ان شاء الله، يعني ان شاء الله بكره ربنا يكرمنا ونعمل مباراه جيده الحقيقه تليق باسم النادي الاهلي الكبير وباسم النادي الاسماعيلي ايضا، واحد من اكبر واهم الفرق في مصر خلال الفتره الاخيره. الحقيقه كل التوفيق للنادي الاهلي بكره في هذه المباراه الصعبه مهما كانت، مهما دوره تنشيطيه بتاع كابتن شريف، لكن مباراة صعبة. مباراة صعبة مع فريق كبير. طبعا. هيلعب بكامل نجومه. بيلعب بكامل نجومه وراجع بشكل كويس. كسبوا الماتش الأولاني للنادي الإسماعيلي، كسب الماتش الأولاني وأنا مبسوط لفريق إسماعيل الحقيقة. إنها بتستعوض ما فاتهم يعني الفترة اللي فاتت، ولكن زي ما أنا قلت لك اللي موجود عند مستر موسيماني والجهاز الفني بتاعه ولاعيبته طمأنينة. مدرب مطمن لاعيبته. مدرب عارف إن اللعيبة بتاعته هتقدر تشرفه في الملعب، هيقدروا يبقوا ند لأي فريق بيلعب. اسم النادي الاهلي كبير اذا كان بالناشئين بتاعه او بالقوام الاساسي بتاعه، فهم مطعمين من الجهاز الفني عندنا ازاي نلعب، ازاي يبقى لنا وجود. وحصل في المباراه اللي فاتت، وكان مباراه الجونه كان فيها لعيبه كبيره جدا، ودي لعيبه انديه درجه اولى يعني، مش وكانوا عندنا منهم 3 4 في النادي الاهلي الجونه. قدروا قدام الجونه انه يكون لهم وجود يهددوا، وكان ممكن يكسبوا سهل جدا يعني. فبكره ان شاء الله في الملعب بتاع اعتقد اسكندريه اللي هو برج العرب، شكل الحكايه هتبقى الملعب اطرى شويه، عندهم فرص كتير انهم يعملوا سبرنتات، يعملوا ان شاء الله غزوات، يعملوا لنفسهم في الطمانينه دي اللي موجوده. نعم. بين الجهاز الفني وبين اللعيبه،
فكل التوفيق للعيبه ان شاء الله. كابتن اسامه، لو هتقول كلمه للناشئين النادي الاهلي في هذه المباراه، اقول لهم فرصه مش سهله تتعوض، ويمكن كلنا كنا بنتمنى نلعب ربع ساعه بس قدام الجماهير عشان الناس تشوفنا. دلوقتي بقت في وسائل يعني السوشيال ميديا، الماتشات بتذاع على الهواء وبتيجي في اليوتيوب والفيسبوك، والناس بتكتب، والناس يعني في كل المتشافين جامد جدا. فما تستهونش بالفرصه دي، ما تستهونش ان فرصه جايه لك انك تظهر تعمل مستقبلك، سواء زي ما قلنا انك تبقى على قناه، يعني تاخد قناعه الناس انك تبقى موجود في النادي الاهلي، او حتى لو مش كده انك تروح في مكان وترجع تاني زي زمايلك قبل كده، زي احمد عبد القادر وعمار احنا قلنا مثلا، واحمد ياسر ريان وبقيه الناس كلها يعني. فاتمنى لهم التوفيق، بس اللي بيلعب ما يحطش يعني ما بقاش متوتر، يعني يلعب ويحاول يطلع اقصى جهد ليه بعدم يعني توتر ولا عصبيه ولا بتاع، انه يلعب اللعب اللي هو الطبيعي بتاعه ان شاء الله على قد ما يقدر يعني. وطبعا برضو للعيبه الكبار لازم يساعدوا الصغيرين لانهم عندهم خبرات يعني طبعا. وبما انك بتلعب في النادي الاهلي ولابس تيشيرت النادي الاهلي، فانت لعيب كويس. لازم تثق في نفسك، محدش يختارك انك تبقى في المكانه دي الا اذا كنت انت لعيب كويس. مظبوط. فلازم تثق في نفسك وتدي الجهاز الفني اللي عينيه شافتك وقالت عنك لعيب كويس، فدي عندك فرصه زي ما كابتن اسامه قال، كابتن اسلام عندك فرصه كبيره قوي بكره انك انت تتولد نجم في مباراه كبيره زي دي باذن الله. ان شاء الله يا رب كل التوفيق للاعيبه النادي الاهلي اللي موجودين بكره في هذه المباراه الصعبه. شكرا جزيلا يا كابتن شريف على وجودك معانا. شكرا كابتن اسلام دايما. شكرا، بنستمتع بيكوا دايما. شكرا جزيلا يا كابتن اسامه، بنستمتع بيكوا دايما. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد واحمد ثابت، بعض الارقام الخاصه بمباراه بكره، طبعا مباراه الاهلي والاسماعيلي تاني مباراه كاس الرابطه، وايضا هنتكلم عن مفاجات كاس الامم الافريقيه، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره. كريم سعيد، ازيك يا كريم؟ ازيك يا بسلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله كله كويس. الحمد لله. طب الحمد لله. اخبارك ايه يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. كله كويس؟ تمام الحمد لله. كريم، عايزين نبدا الاول بكاس الرابطه بكره. نعم. مباراه الاهلي، لان الحقيقه مفاجات كثيره جدا بتحصل في كاس الامم الافريقيه، لكن نعم. اهلي واسماعيلي كلاسيكو من كلاسيكيات كره القدم المصريه. انا مبسوط من يعني البطوله، عشان زي ما قلنا قبل كده انها تخلي اللعيبه رجلها في الملعب، وكمان تطلع ناشئين. وانا مبسوط اكتر من القائمه الاخيره اللي اعلنها الجهاز الفني بان الولاد الصغيرين فعلا، لان في البعض برضو ده انا مبسوط جدا. انا بشوفها دايما عامله زي الاي اف ال كاب في انجلترا، ان دي بطوله ما فيهاش تتساوى طبعا باهميه كاس مصر او بالدوري، ففرصه ان انت تكسب منها الحساسيه للولاد والصغيرين، وان ياخدوا خبرات ويلعبوا تحت ضغط مشاهده التلفزيون والناس تشوفهم. برضو امانه لعب الدوري الشباب والمسابقات للفئات السنيه والعمريه الاقل ربما ما بتتشافش، واهميتها بنستنى بس لعيب يلعب في كاس مصر، بنستنى لعيب يلعب في الدوري. لكن احنا لما نشوف بقى المجموعه كلها كابتن اسلام بتلعب مع بعض في البطوله دي، اعتقد دي فرصه كويسه. وكمان بس عايز اكد على نقطه، في بعض الناس طبعا بيقولوا للعيبه اللي هم ما بيلعبوش مع الفريق الاول ان هم يطلعوا اقصى ما عندهم في البطوله دي، عشان ممكن يكونش عندهم فرصه. يعني مثلا اقول مثلا حسام حسن، طبعا حسام حسن وجوده مهم، لان اللعيبه الصغيره لما تلعب مع لعيب من الفريق الاول ولعيب خبره حاجه بتديهم برضو سند، حاجه بيتسندوا عليها. ولكن ما اقدرش انا احاسب حسام في المباريات دي زي ما حاسبه وجنبيه الفريق الاول للنادي الاهلي. فانا حابب ان احنا دايما ناخد البطوله دي بشكل طبعا اكيد النادي الاهلي طول عمره بيهدف للمكسب، ولكن في بعض المناسبات وبعض التجارب اللي انت محتاج تسيب الناس تلعب فيها بدون ضغوطات عشان يقدر يتطور. لان احنا دلوقتي بكره نكسب لاعب، نكسب النهارده يعني مثلا زياد طارق، الناس كلها مبسوطه. مش عايز اتكلم على اسماء يعني، خلينا نتكلم بشكل عام. بدي مثلا عندنا يعني بدي مجموعه جيده من المجموعه كمان كلها دي بتلعب مع بعض بقى فتره في دوري الشباب، لما يلعبوا مع بعض قدام الفريق الاول نادي الاسماعيلي. النادي الاسماعيلي بيلعب، الفرقه اللي هيلعبوها بكره دي الفرقه المعظمه بتلعب الدوري قدام النادي الاهلي ونادي الزمالك وكل فرق الدوري الممتاز. فبالتالي انا شايف ان السيستم اللي احنا ماشيين بيه ده
ده السيستم الامثل لينا في الوقت الحالي. احمد رايك ايه برضو في المباراه؟ انا اتفق مع كريم في حاجه واختلف في حاجه. اختلف بقى. اتفق ان طبعا في اختيار موسيماني لمباراه قائمه الجونه كان هايل اكثر من رائع. ليه؟ لانها كان بيجمع ما بين بعض الخبرات والشباب. شايف مباراه بكره اختلف شويه ان القائمه كلها شباب، لا يعني لكذا سبب. اول نقطه مش كلها، هو ثلاثه، حسام حسن وعمار وكريم. يعني حتى اللي موجودين مش يعني كلهم كلها شباب يعتبر، حتى مواليد 2003 ده مصعد رأفت خليل ويوسف شريف، لعيبه كلها لعيبه كويسه جدا يعني، انا متابعهم ولعيبه هتبقى من احسن اللعيبه في مصر. ولكن اللعيب الشاب بيبقى محتاج لعيب خبره يسند معاه. أوكي. دي مهمه جدا. الحاجه الثانيه، انت بتلعب نادي الاسماعيلي بالصفقات الجديده اللي عاملها، ودايما التاريخ بيفتكر النتائج دي، فدي حاجة مهمة جدا ان انت لازم يبقى فيه لعيبة خبرة جنب اللعيبة الشباب تاخد بايدها عشان ما اكونش بغامر باللعيبة دي. وجهات نظر. الحاجة التالتة، انا عايز اجهز يا كريم بعض اللعيبة لكاس العالم للاندية، لعيبة زي حسين الشحات، لان بعد اسبوعين عندنا برضو كاس عالم للاندية، عندنا حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، قفشة، عبد القادر. يعني انا اتمنى ان اللعيبة دي لو دخلت لكورونا. ماشي، بس اللعيبه دي محتاجه تاخد فورمه مباريات. صح. حتى لو عملت مزيج من الفرقتين، يعني لو حطيت ستة او سبعة من العناصر الاساسيه واربعه شباب، كسبت منهم مغربي مثلا وكسبت محمد اشرف الباك ليفت، عايزين اسماء بلاش اسماء يعني، كسبت مثلا بعض كسبت مثلا بعض الشباب اللي طالعه 3 4 وسط 6، ابقى انا كده خلاص. يبقى انت في نفس الوقت برضو حتى لو مش بتلعب، هو خلاص واضح ان من اختياره للقائمه ان هو مش بيلعب على البطوله، هو بيلعب عايز يقلد الاف اي كاب اللي هي فكره الدوري الانجليزي بالظبط. ده وجهه نظري، ان انا عايز اصعد بعض اللعيبه سواء النادي الاهلي يكسب سواء مادي او فني. مادي ازاي؟ ان اللعيبه دي ممكن تطلع اعاره هتكسب وفي نفس الوقت تكتسب شخصيه. الفكره اللي بيشتغل عليها على النادي الاهلي زي محمد عبد المنعم النهارده، محمد عبد المنعم بسم الله ما شاء الله بقى ثالث مساك في مصر وربما يكون الثاني في البطوله بعد اصابه الونش، فده مكسب كبير. طبعا الونش جاله شد خلاص رسميا، يعني شد في العضله الاماميه ولن يكون مشاركا في مباراه السودان القادمه، وبالتالي هيبقى الاقرب طبعا محمد عبد المنعم. ولكن طبعا انا شايف في القائمه بكره اسماء الناس تتفرج عليها برده، اسماء هتبقى ان شاء الله يعني اسماء كويسه جدا. عندنا ده يحسب برده المستر بروكيتش التشيكي وكابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين، ويحسب للنادي، النادي الاهلي دايما يقول طبعًا. البعض اللي يقول لك النادي الاهلي بيشتري من بره ما بيطلع، يا جماعه النادي الاهلي عنده اولاد من ابناء النادي الاهلي كويسين جدا. النادي الاهلي اولاده، ميزه قطاع الناشئين في النادي الاهلي ولاد بيطلع نجوم كتير زي ما شفنا المباراه اللي فاتت طلع كذا اسم كويس جدا، ده بياكد ان قطاع الناشئين. انا مش عايز اتكلم على اسماء تحديدا، ليه؟ الولاد صغيرين لما يشوفوا ان فلان بيتكلم وعلان بيتكلم. طبعا المفروض ان هم ولاد النادي الاهلي وعارفين كويس جدا جدا ان انت لسه بدري قوي. هم حقهم برضو ان احنا نديهم حقهم، بس يعني لازم يعرفوا ان دي حاجه بدايه، مجرد بدايه. بالظبط كده، ان انت بدايه. حتى لو اتكلمنا على بعض اللعيبه، انت بدايه، انت احنا هنا دورنا ان احنا نشجع بعض النجوم اللي طالعه كتشجيع، لكن مش معنى كده ان انت بقى خلاص النجم، لا، انت لسه ما عملتش حاجه، انت لسه اول مباراه ليك مع الفريق الاول، ولازم بكره اللعيبه كلها الموجوده في القائمه لازم بكره تعمل حاجه لاسمك، ولازم كل الناس اللي في القطاع سواء اللعيبه الموجوده كلها، كل الناس بتتمنى تاخد فرصه لعب مباراه مع الفريق الاول في النادي الاهلي، لما تجيلك الفرصه اتمسك بيها. زي لو تسمح لي اقول بعض الاسماء في المباراه الاخيره، محمد مغربي مساك هايل جدا جدا جدا، زياد طارق، احمد سيد عبد النبي الباك رايت مكسب كبير جدا، محمد اشرف الباك ليفت اكثر من رائع، عبد الرحمن مانو اللي اخذ رجله المباراه هايل جدا، نصير كويس جدا، احمد سيد غريب برضو مهاجم كويس، احمد سيد غريب بيلعب جناح وبيلعب مهاجم، محمد ياسر برضو مهاجم، في محمد فخري الوينج وزياد طارق اثنين اجنحه كويسين جدا، يعني في لعيبه برضو مدخلين بكره في 2003 شرقيه، محمد شرقيه ده مدافع منتخب الشباب اصلا. عندك برضو في رأفت خليل جناح ووينج من الهدافين، مصطفى شوبير مكسب كبير في مباراه الجونه يعني، فانت كسبت. بص زياد طارق والترقيصه دي، يعني لعيب ده بيدل ان هو عنده مهاره، عنده الموهبه. زياد طارق بقى ناقصه ايه؟ لعيب كبير وكويس ومهاري وجاي، بس ناقصه القوه البدنيه من وجهه نظري، لازم يشتغل على ده في الفتره الجايه. انت لعيب مهاري عندك الموهبه، بهو بيعدي من اتنين، مين؟ اسلام محارب وكريم طارق، اتنين كبار في السن، لكن لازم تكمل حته الجانب البدني عند زياد طارق، الدور الدفاعي، الحاجه دي لازم الفتره الجايه تشتغل عليها. ليه؟ لان ده دور بقى اللعيبه الصغيره اللي طالعه عشان تبقى توصل للفريق الاول في النادي الاهلي، الحاجات دي اللي تكملها. برضو محمد مغربي اللي هو بيقطع الكره دي،
لو نستعرض الفيديو بتاع محمد مغربي اللي هو التمرير، محمد مغربي برضو مكسب كبير، واحد من احسن، وهنا النادي الاهلي بيشتغل بطريقه ممتازه ممتازه. ليه؟ لان النادي الاهلي بقى عنده اثنين مساكين يا كابتن اسلام هايلين، محمد عبد المنعم في منتخب مصر ومحمد مغربي، ووراهم جاي محمد احمد شرقيه، يعني عندك ثلاث مساكين ممتازين، محمد عبد المنعم، محمد مغربي، محمد احمد شرقيه. محمد مغربي بقى مستو ايه؟ المدافع اللي بيلعب برجله الشمال ده حاجه كويسه، عمله نادره زي ايمن اشرف كده مع الفرق اللي هي بتلعب على الاستحواذ دايما، والفرق اللي عندها شخصيه زي النادي الاهلي. ادي محمد مغربي اهو، بص عليك بيضرب دفاع الجونه كله بتمريره واحده، لعيب صغير في السن عنده شخصيه، ازاي بيعرف يبني الهجمه من ورا، وازاي بكسر دفاع الخصم بتمريره بتحرك بدون كوره. فده واحد من المكاسب اللي انا شايفها، نتمنى ان هو يواصل على ده. مش معنى كده ان انت خلاص بقيت نجم، لا، مهم جدا ان انت تواصل على ده. مغربي لازم، مغربي عنده بيلعب يعني بيبني الهجمه بشكل كويس جدا، بيتمركز صح، الالتحامات بتاعته شغاله كويس، بيلعب برجله الشمال، ممكن تستخدمه كباك ليفت، وانت اصلا موسيماني بيلعب بثلاثه ورا، فعندك حته المساك اللي ناحيه الشمال ده محمد مغربي يقدر يلعبها. ده زياد طارق. زياد طارق طبعا، زياد طارق عمل مباراه ممتازه جدا قدام الجونه، وانا كمان حابب ان احنا ناكد على نقطه العب براحتك، يعني ما يبقاش في اي ضغوطات، لان برضو لازم الجمهور يعرف الحته دي. بعض يعني شفت برضو بعض الناس معلقه على التعادل، لا، ما ينفعش نتعامل مع المباريات دي كانها مباريات كاس او كانها مباريات في الدوري، لان مهم جدا ان الضغوطات تتشال من على اللعيبه في نوعيه المباريات دي، لان طبيعي وانا بلاعب نادي الاسماعيلي او بلاعب مقاولين او بلاعب الجونه، وفي فرق سن وفرق خبرات كمان في مباريات الدوري والكاس، الاولاد دول مهم ان هم ياخدوا الخبره، والخبره ليها ثمن، ليها ثمن. فما طبعا ممكن نكسب، يعني مين ينسى النادي الاهلي في سنه 85، النادي الاهلي بفريق الشباب كسب نادي الزمالك بنجومه في سيمي فاينال كاس مصر. فاللي عايز اقوله، لا، احنا لازم ماتشات الولاد اللي اقل من 22 سنه 21 سنه لازم يتشال شويه من الضغط، العب براحتك، مفيش مشكله. ولو لازم يغلط، ما هو هيتعلم ازاي؟ ما هو لازم عشان يتعلم لازم يغلط، ولما يغلط نصحح له الغلط. وبالتالي انا بشوف ان شيء جيد ان احنا نكسب لعيبه صغيره، شيء جيد ان احنا نديهم الفرصه الكامله. وانا مع موسيماني ليه في حته كنت عايز اقولها لاحمد، في حته اللعيبه اللي في الفريق الاول، لان انا عندي مسحه يوم 31 يناير بتاع الكاس بتاع مدير الانديه. المسحه دي هي مسحه واحده، يعني وان شوت، يا لا لاي سبب كان، لاي سبب كان، انا اسف، ده لو لعيب اسف ما يعني ما خدش باله وفي حياته العاديه يعني خالط مع حد عنده لا قدر الله كورونا بره المونديال، ده جايز برضه. ده جايز طبعا، بس هقول لك انت بتحاول تقلل المخاطر، يعني على قد ما تقدر. هو على قد ما يقدر بيحاول يقول لنفسه ايه، انا عملت اقصى ما يمكن عمله، فبالتالي اقول لك على حاجه ما هكمل ماشي. دي ماشي. هكمل دي. فبالتالي انا النهارده كجهاز فني وكجهاز طبي اقول لا، انا عايز ابقى مامن نفسي، لان طبعا المشاركه في كاس الانديه اهم بكتير من المشاركه في كاس الرابطه. لو انا النهارده محافظ على لعيبتي والبيئه اللي هم فيها، ممكن اديهم بعض الجرعات التدريبيه الزياده في التدريبات بعيدا عن المباريات. هي دي النقطه اللي كنت هسالك فيها. اتفضل. انا راجل دلوقتي راح العب كاس عالم انديه، صح؟ طيب هل ينفع اروح العب كاس عالم الانديه من غير ما العب ماتشات؟ لا، اول حاجه حتى لو ودي. طب بس اول حاجه يا اسلام، اول حاجه لازم انا اخد بالي منها. خلي بالك انا بسالك اسئله الجمهور العادي، لانه انا في الاخر من الناس محتاجه ان هي تعرف. سؤال منطقي، سؤال منطقي جدا، بس انا في الوقت الحالي اول حاجه لازم اخد بالي منها هي كورونا. شايفين في امم افريقيا مثلا نجمين منتخب الجابون هم اوباميانج ولامينا، الاثنين اوت بسبب كورونا، واللي هو والاصل المنتخب مبني عليهم، يعني منتخب مصر بس ما شاء الله عندنا مثلا يعني عندنا ايه بدائل كتيره، منتخب زي الجابون ما عندوش، ورغم زي برضه قدروا يتعادلوا مع غانا. بدر بنون اهو وقع بسبب كورونا. في لازم ناخد بالنا في الوقت الحالي ان احنا برضه عايشين اجواء مش طبيعيه، اجواء مش تقليديه بتاعتنا. الجزء الثاني ان انا برضه مباريات كاس الرابطه انا ربما اكون مش واخدها ك مباريات دوري او مباريات كاس، فالمنافس اللي قدامي هيبقى بيلعب بعنف زياده او بقوه زياده، فممكن هي يعرض لعيبتي للاصابه. انا لازم احمي المجموعه بتاعتي اللي احنا اوريدي كمان يا كابتن اسلام في الوقت الحالي احنا خسرنا كذا لاعب للاسف في المونديال الجاي، فمش ما عندناش مساحه، ما عندناش رفاهيه ان انا اخسر حد تاني اي سبب كان.
وعشان كده انا بشوف ان اختيار لعبه هي عموما مدرستين. في مدرسه تقول لك زي ما انت بتقول كده حافظ على مجموعه اللاعبين اللي موجوده بكل الطرق ويعني اقلل المخاطر على قد ما اقدر، وفي مدرسه ثانيه تقول لك ما هو كده كده وهو ماشي ممكن لا قدر الله بعيد عن كل اللعيبه اللي في العالم في النادي الاهلي وهو طالع السلم لا قدر الله يحصل حاجه، وهو حد نازل من على السلم وهو طالع من على السلم حد يخبط فيه بقى هو عنده ممكن طبعا يعني كل شيء جايز. فهي مدرستين وكل واحد وهو اللي هيتحاسب في الاخر، كل واحد كمدير صحيح. فني صحيح ومدرسته هو اللي هيتحاسب في الاخر صحيح. يعني صح، وخاصه المشكله كمان الاسماعيلي جايب صفقات قويه قوي، يعني الاسماعيلي في يناير جابوا اربع صفقات لو استعرضنا حتى صورهم، جايبين واحد جنبي اسمه سايكو كونوتي ده كان بيلعب في الماتش الاولاني بتاع سموحه جناح يمين، دخل القايمه كمان المهاجم سايكو ده كان سكه الحديد سكه الحديد صح، جايب 8 اهداف او 9 اهداف في الدرجه الثانيه ده سايكو اللي هو على يمين الصوره اللي هو لابس 25 في الصوره ابو شعر الثاني ده اسمه جان موريل افواري ده بيلعب بقدم اليسرى وكان بيلعب في اسك الإفواري برضو متواجد بكرة في القائمة. بعد كده الثالث اللي هو اللي في النص البوليفي كارميلو ده مهاجم متحرك جاي من بوليفيا، واللي ورا ده الأرجنتيني المهاجم الأرجنتيني دييجو ده كان محترف في الإكوادور وده مش موجود في القائمة، لكن الثلاثة الباقيين اثنين أجنحة وواحد مهاجم أكيد بكرة هنشوف منهم اثنين على الأقل وممكن الثلاثة فالإسماعيلي جاي برضو جاي بشكل كويس. الإسماعيلي طبعا فريق محترم بيحاول يعمل صفقات عشان يقعد في الدوري وعايز يبقى فيه بطوله، يعني اللي ملاحظينه انه مثلا فيوتشر بينافس، المقصه بتنافس، عايزه يعني الفرق اللي هي نفسها في بطوله، حتى الاتحاد السكندري مع كابتن حسام حسن نفسه في بطوله، الاسماعيلي واضح كده ان هو برضو نفسه في بطوله. فنتمنى ان شاء الله، اهم حاجه ان الشباب يعني البدايه بتفرق يا كابتن اسلام، اول ربع ساعه في مباراه الجونه لما بداوا بشكل كويس وخدوا الثقه وعملوا اكثر من تمرير وتحركوا بدون كوره وبداوا يطبقوا لعب النادي الاهلي بشكل كويس جدا، الحاجات دي مهمه قوي ان انت تاخد الثقه في البدايه. يعني بص حضرتك دول دي 20 تمريره اللعبه دي، ده لعب النادي الاهلي يعني ده لعيبه شباب طبعا، محمد هاني كان في وسط الدفاع، ميزه ان انت تبقى حاطط لعيب خبره في وسط الدفاع محمد محمود كل ده ايه ضغط عالي من لعيبه الجونه، بص بيضغطوا منين وانت برده بتطلع بالكره صح من تحت في 20 تمريره، بص كل واحد مع واحد كابتن رضا شحاته بيضغط عليهم ضغط عالي من قدام وانت برده بتقدر تطلع بالكره، دي شطاره من موسيماني ان هو عارف يطبق ان ازاي بيطلع بالكره من تحت وبيطبق نفس الفكر ده مع اللعيبه الشباب بيحفظهم الكلام ده. بس هنا الميزه في مباراه الجونه ان كان في بعض الخبرات، يعني في محمد هاني في النص، في قدام كان صلاح محسن، قدام كريم فؤاد على الجنب اليمين، حسام حسن، فبدا يحفظ اللعيبه 20 تمريره بتلعبه مع الجونه في بدايه المباراه اديتك ثقه خلاص، حسيتك ان انت بتلعب بالفريق الاول ما بتلعبش بالشباب. لا وانا عجبتني كمان قوي التمريره بتاعت مصطفى شوبير لما رجعت له ما حصلوش اي بانيك ومرر الكوره كانه لعيب ما عندوش ادنى مشكله خالص، يعني ممكن حارس صغير في السن في لعبه زي دي ومهاجم بيضغط عليه هوب يروح مطفش الكوره وانتهى الموضوع، لكن انا شايف لا يعني كل ده انا شايف يا كابتن اسلام تجارب بتؤكد فعلا ان القرار بانك تديهم المساحه والفرصه ان هم يعملوا اللي هم عايزينه دي حاجه اكيد هنستفيد منها ان شاء الله في المستقبل القريب. طيب خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل الشاشه هنشوف ماذا سيقول كريم سعيد واحمد ثابت فيما يخص مباراه الاهلي وايضا منتخبنا الوطني بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، هبدا بكريم سعيد واحمد ثابت مره ثانيه هنتكلم عن منتخبنا الوطني. يا احمد خليني ابدا معاك وطريقه اللعب او اللعبه اللي كان بيلعب عليها كارلوس كيروش. طبعا منتخب مصر لعب برضو بال 4-3-3، تعال نشوف اول حاجه الثلاثه الارتكاز بتوعنا كانوا مين. عمرو السوليه كان بيلعب في المركز 6 اهو، والنني هو اللي واخد الجنب اليمين وعبد الله السعيد هو اللي واخد الجنب الشمال. حصل أربع تغييرات في الماتش ده، عمر كمال، أيمن أشرف، عبد الله السعيد، عمرو السولية، أربع تغييرات في منتخب مصر عن الماتش اللي فات. إيه هي اللعبة اللي كان بيلعب عليها كارلوس كيروش أو الفكرة اللي بيحاول يطبقها من ساعة ما جه؟ أول حاجة تعالى نبدأ في أثناء تحضير الهجمة، اللعبة اللي بيلعب عليها النني أهو معاه الكورة، تعالى نشوف المساحة اللي هي بنسميها أنصاف المساحات، مين اللي بيتحرك فيها؟ محمد صلاح. محمد صلاح دايما بيدخل لجوه وبيفتح المساحه لعمر كمال عبد الواحد دايما اللي بيعمل الاوفرلاب، محمد صلاح بيخش بوشه زي ما شايفين اهي الصوره اهي بيتحرك وبيخش بوشه لجوه عشان يستلم من النني عشان يقوم فاتح وشه زي ما احنا شايفين كده بعرض الملعب للمساحه الثانيه الخاليه لمين؟ لعمر مرموش. عمر مرموش بيبقى دايما في اخر الملعب فاتح دايما عرض الملعب، عمر مرموش على الطرف، محمد صلاح بيخش لجوه يقوم عامل له التمريره الطوليه لمين؟
لعمر مرموش، دي لعبة أولانية. اللعبة القراري الثاني وبشكل واضح جدا في الكرة اللي جت في القايم، مين اللي معاه كورة؟ محمد النني. مين اللي بينزل يستلم؟ محمد صلاح. أو داخل ليه؟ لجوه. دايما صلاح داخل لجوه، بيتحول هو صانع الألعاب بتاع منتخب مصر، وعمر كمال عبد الواحد بيقطع لبره. أدي محمد صلاح بجاي بوشه، فين اللي آخر الآخر خالص؟ أهي في الآخر خالص آخر لاعب جاي عمر مرموش. محمد صلاح بيقوم لاعبها لعمر مرموش اللي فاتح دايما بيشاور له. عمر مرموش وقف الصورة ثانية واحدة يا أستاذ سمير، ارجع هتلاقي مع عمر مرموش بيشاور بإيده لمحمد صلاح. الجملة اللي بيلعب عليها كارلوس كيروش مع المنتخب، وهي لو كانت جت جون كانت هتتبروز بصراحة، لكن هي حظه إن هي خبطت في القائم. اللعبة دي اللعبة الوحيدة اللي شفتها لكيروش من ساعة ما جه مصر بيلعب عليها، إن هو عايز يدخل صلاح لجوه كده، وعمر مرموش أهو بيشاور لصلاح أنا هتحرك في المساحة اللي ورا الباك اليمين بتاع المنافس بتاع غينيا بيساوي يعني، عشان محمد صلاح يقوم لاعب الكورة العرضية أو التمريرة القطرية لعمر مرموش. عمر مرموش بإيه؟ تهات الصورة اللي بعدها بقى، عمر مرموش هتلاقيه بيعمل الكورة بالعرض لمصطفى محمد اللي بيقطع على القريبة، هما متحفظينها. آدي عمر مرموش بيلعبها لمصطفى محمد، بيقوم شايطها اللي خبطت في القايم. دي أحسن لعبة بيلعب عليها كارلوس كيرو، أو دي اللعبة الوحيدة اللي شايف إن هي فيها امل شويه، او اللي ممكن يعني الشغل بتاع كارلوس كيروش، البصمه الوحيده لكارلوس كيروش الوحيده. ده طبعا محمد صلاح لما بيخش لجوه وبيشوط، ده حل من الحلول الثانيه اللي هو بيحاول نوعا ما يطبقها. تمام، تكمله للكلام ده كابتن اسلام، برضو نشوف الجزء اللي لعب عليه كيروش على ايمن اشرف، وازاي ايمن اشرف فعلا كان واحد من الاوراق الهجوميه لمنتخب مصر في المباراه دي، مع طبعا الرصه بتاعه الرباعي الامح. هنا بنشوف بدايه اول 10 دقائق اللعبه دي اتلعبت كتير قوي منتخب مصر، ان ايمن اشرف بيخش على مركز الجناح الايسر، عمر مرموش بيخش مهاجم تاني جنب مصطفى محمد، ومحمد صلاح فاتح الجبهه على الناحيه اليمنى. ايه الفكره ببساطه؟ الفكره ببساطه ان عمر مرموش بيسرق الفول باك معاه وبينزل بيه عشان ايمن اشرف يبدا ياخد المساحه الاماميه. طيب اللعبه دي كان ينقصها ايه عشان واضحين مع بعض؟ الباص. عمر مرموش انا حاسس ان هو عنده ازمه، هو لعيب ممتاز جدا ومهاري جدا، وحتى اللعبه اللي جابها احمد استلم فيها الكوره بمهاره عاليه جدا، لكن عمر مرموش ازمته ان هو بيلعب كتير في المانيا كسترايكر صريح، لما بيتحط على الوينج هو عقليته بتتحول لعقليه فينيشر، انا عايز انهي هجمه، هو لازم يعرف ان الجناح لازم يلعب مع زمايله اكتر ما يفكر في الفينيشنج. طيب تعال نشوف لعبتين اتيحوا لعمر مرموش وتصرفه فيهم كان تصرف سيء. هنا لو نجيب الصوره اللي قبليها ونشوف عمرو السوليه، طبعا مايسترو الفرقه، بينده لعمر مرموش بيقول له انزل استلم مني الكوره عشان نعمل الجمله اللي احنا اتفقنا عليها. ادي الاشاره بتاعت عمرو السوليه بيشاور لعمر مرموش انزل خد مني الكوره. عمر بينزل فعلا في الصوره اللي بعديها بيستلم الكوره وبيسحب معاه الفول باك، اهو الفول باك اتسحب معاه في اللعبه عشان النهارده يخش ايمن اشرف يسرق كل المساحة اللي وراها سواء من الجناح. هنا نقف هنا في اللعبة دي، عمر عمل 70% من التكتيك، يتبقى أهم جزء في التكتيك الباس. إن أنت الباس، إن أنت لازم تعمل يعني الباس هنا لأيمن أشرف عشان ينفرد بالمرمى، وإن ببساطة أيمن لو خد الكورة هيحطها آر 2 في البعيدة، أو حتى ممكن يمررها مصطفى محمد يحط الكورة جون، خلصت اللعبة. عمر مرموش عشان هو عقليته عقلية فينيشر مش عقلية بلاي ميكر، عمل إيه بقى؟ قعد، انا اسف يعني في اللفظ، دخل لجوه كتير، قعد يتحنجل بالكوره، هوب دفاع يعني ماشي يتحنجل اسمها يعجن، بالظبط هو عجن في الكوره فعلا وضاعت. طيب نجيب كوره ثانيه نفس الكوره، عمر مرموش عمل 70% من الهجمه الصح، استلم الكوره ودخل بيها للعمق، مصطفى محمد نزل له عشان يعمل معاه ال 1 2 ويديها له في المساحه الفاضيه اللي قدامنا. عمر برضو ما فكرش تفكير صانع العاب، وفضل انه يفكر بطريقه اللي بيفنش الهجمه، وشاط الكوره الشوطه السيئه اللي خلى مصطفى محمد يقول له يا راجل حرام عليك، امال انا واقف بعمل ايه؟ فدي نقط لازم برضو هنا بصراحه ما اقدرش اعيب على كيروش فيها في الشوط الاول، لا ده عيب لعيبه، اللعيب هنا ما نفذش التكتيك المتحفظ عليه، لانه واضح احنا الشوط الاول فعلا لعبنا بشكل منظم ولعبنا بشكل مدروس، لكن تنفيذ اللعيبه في الشوط ده ما كانش الافضل، عشان كده خرجنا من الشوط ده متعادلين سلبيا. صح، في الصوره معانا برضو في بقيه الشوط الاول، اخر حاجه في الشوط الاول كان بس في عيب في منتخب مصر. الشوط الاول قدمنا اداء كويس نوعا ما احسن من المباراه اللي فاتت،
بس كان في مشكله دايما في وسط الملعب، دي مشكله منتخب مصر في المباراه. يعني بص بص يا كريم المساحه قد ايه، بص يعني ادي عبد الله والسوليه والنني، بص المساحه قد ايه، مفيش حد بينزل يستلم دايما في الحته دي اللي هي انصاف المساحات او الزون 14. مشكله دايما منتخب مصر تحس ان احنا مفتقدين قفشه في الحته دي بصراحه. طبعا لا طبعا طبعا يعني الحته دي تحس ان قفشك يعني هو للاسف الشديد او مش للاسف ما اعرفش، هي وجهه نظر في النهايه. طارق حامد وقفشه الاثنين فارقين في ايه، وبانت جدا في ماتش زي ده ان انت ما عندكش الخشونه الهجوم الدفاعيه اللي في وسط الملعب. يعني بوجود عمرو السوليه اللي ماي اللي قدامه بيعتبر بلاي ميكر اكتر من ان هو بيلعب ثالث او بيلعب في نص الملعب، ما لقيتش طارق حامد، وكان النني نفس الكلام خلي بالك، صح، ومقعد حمدي فتحي وما لقيتش طارق حامد، صح. على الجانب الاخر ما لقيتش في الجزء اللي حضرتك بتتكلم فيه ده يا احمد، ما لقيتش محمد مجدي قفشه. هما دول اللي انت الاثنين اللي كنت محتاجهم في ماتش زي ده وبطريقه لعب زي دي، لكن هي وجهات نظر. وظهر الكلام اللي احنا كنا بنقوله قبل البطوله ان عبد الله السعيد ما بيكملش 60 دقيقه، مش هيقدر مش هيقدر، حرام يعني حرام برده بصراحه يشيله فوق طاقته هو، فاهم؟ بالظبط. فالمساحه دي كانت مشكله كبيره، لازم كروش يجد لها حل في الماتشات الجايه. تعال بقى نشوف الهدف وايه اللي حصل في قصه الهدف، قصه برده في ادوار كويسه جدا في الهدف ده. مين اللي بادئ الهدف؟ حجازي. حجازي فين؟ متقدم لوسط الملعب. بص محمد صلاح فين يا جماعه، خلي بالكم من تحرك محمد صلاح. محمد صلاح بيتحرك اهو، طبعا الطريقه اتحولت في الشوط الثاني ل 4-4-2، ودى صلاح كراس حربه. صلاح هنا بيحاول يسرق المدافع، حجازي بيمررها له. بص صلاح فين، بيسرق المدافع اهو، عمر مرموش هنا، السوليه طبعا مايسترو الفرقه، لعيب عظيم طبعا السوليه، بيلعبها صلاح اهو، المرموش هات اللي بعدها على طول. بص بقى السوليه بيعمل ايه، السوليه هنا كل الاربع مدافعين عينهم على السوليه. السوليه هنا قدامه حلين، الحل الاول يا يباظي لمين، لزيزو ناحيه وده اليمين، الحل الأسهل. وده الحل الاسهل. الحل الثاني يعمل ايه، يشوط، لان هو مميز بيه يعني يشوط كده، ده الحل الثاني. طب الحل الامتع واللي هو يعني فيه حل جيد وحل جيد جدا وحل امتياز، ان انا اعمل التمريره السحريه دي لمحمد صلاح اللي ضحك على المدافعين اللي هو جاي. شوف محمد صلاح بدأها بعدين سرق المدافعين ورجع ورا عشان يكسر مصيده التسلل، ودي حركه مهاجم بيلعبها ليه عمرو السوليه، عمرو السوليه بيلعبها ليه محمد صلاح، طبعا عامل زي القناص بسم الله ما شاء الله محمد صلاح. اولا ميزه التحرك، احد تحركات المهاجم اللي هي مفروض تكون موجوده في راس الحربه ان هو يرجع لورا ويكسر مصيده التسلل، دي محمد صلاح عملها بامتياز. الحاجه الثانيه الفينش، عشان يضمنها عمل فينش ممتاز من محمد صلاح بصراحه، وتمريره اسيست ولا اروع من عمرو السوليه. تمام. اخيرا انا كنت اشدت بكيروش في اللعبه اللي كنا عليها في عمر مرموش. تعال بقى، طبعا ما ينفعش نعدي الحلقه من غير ما ننتقد كيروش، لانه هو طبيعي انه لازم يعمل ترند كده اليومين دول، طبيعي لازم يعمل غلط. دي حاله من الشوط الاول بنؤكد فيها ان المنتخب المصري بيلعب مهاجم صريح رقم 9 بيبقى شكلنا في الهجوم طبيعي وتقليدي. عمر كمال اللي هو في وجهه نظري كان نجم المباراه الاول في المباراه دفاعيا وهجوميا بصراحه، بياخد الكره من الطرف الايمن، شفناها كتير. مصطفى محمد واحد داخل منطقه الجزاء بيجري عبد الله السعيد كعادته وعمر مرموش عشان يساندوا مصطفى محمد داخل المنطقه، فكده يبقى عندنا ثلاث مهاجمين، ومحمد صلاح بيامن السكند بول لو طلعت بره منطقه الجزاء. ده بسبب ايه؟ بسبب ان احنا بنلعب بمهاجم رقم 9 صريح، طريقه طبيعيه. انت عارف انا اللي فارق معايا اكتر في الكلام اللي انت بتقوله ايه؟ ان مصطفى خد اتنين معاه بالظبط بالظبط، وهجام ومفضي لك جزء كبير جدا ورا الاثنين، وقوي بدنيا بحيث انه يقدر يعمل جامب معاهم، يقدر يتخانق، يعمل كل حاجه. طيب يعني هي لو اتعمل الاوفر صح لعبد الله السعيد ورا رقم 22 جول صح، بس الهجمه يا كابتن اسلام طبيعيه ماشيين صح. تمام. طيب نقارن منها بقى بهجمه حصلت في الشوط الثاني لما هو طبعا عمل التغيير الاختراعي بتاعه ده اللي هو بينزل زيزو، بس لحق نفسه برضو يا اخي الماتش ده ونزل شريف. مش مختلف والله، مش مختلف، وجبنا جون محمد صلاح مش مختلف، بس بنلعب غلط. ليه بنلعب غلط؟ ببساطه نشرحها للساده المشاهدين. محمد صلاح عليه سبوت لايت، هو المهاجم الصريح بتاعنا، وبالتالي محمد صلاح مع ليفربول لما يورجن كلوب بيحطه في المركز ده هو بالنسبه له فولس ناين، لان ليفربول عنده كم سرعات فظيعه. طيب محمد صلاح استلم الكوره مين على الجناح؟ زيزو. لكن في الجانب الامامي احنا صفر، ما عندناش نفس الشكل اللي شفناه في الشوط الاول. طيب زيزو طبيعي هياخد الكوره كجناح، هياخد الكوره ويبدا يجري بيها عشان يرمي الكروس. نجيب الصوره اللي وراها ونشوف شكلنا عامل ازاي، ومحمد صلاح هو المهاجم الصريح بتاعنا. احنا وحيدين، محمد صلاح للاسف مش هيقدر واحد وسط اربع مدافعين وقدامهم كمان
ادي هاف ديفندر ما يقدرش ان هو يعمل معاهم حاجه، فبالتالي زيزو اجبر ان هو يلف ياخد يو تيرن ويرجع بالكوره مره ثانيه ويدور الكوره. حتى ايفن انا بقول بكل صراحه لو كانت اللعبه الوحيده جبنا بيها الهدف محمد صلاح هو المهاجم، لكن لعبه استثنائيه مش هي الديفولت، ما ينفعش نعتمد عليها، لازم نعتمد عليه. لو انت النهارده نزلت زيزو ما ينفعش تطلع مصطفى محمد او تعوض ده بنزول محمد شريف، لكن فكره ان محمد صلاح يبقى هو المهاجم الصريح، احب اقول لك روش احنا مش ليفربول وانت كمان مش يورجن كلوب عشان تقدر تنفذ اللي صلاح بيعمله في ليفربول يعمله معانا في منتخب مصر. تاكيدا تمام. تاكيدا لكلام كريم، معانا مقارنه ارقام، مقارنه ما بين ارقام مصر في الشوط الاول وارقام مصر في الشوط الثاني، ده بتاكد كلام كريم. المشكله احنا عملنا اداء كويس في الشوط الاول واداء مصر كان هايل، بس المشكله كانت في التغييرات في الماتش ده، تغييرات كروش مصطفى محمد زي ما كريم قال كان بيروح وبياخد عامل عمق هجومي، بياخد اثنين مهاجمين اثنين مدافعين معاه بيريح. بص حضرتك المقارنه ديت، استحواذ مصر في الشوط الاول 69%، الشوط الثاني 53%. ايوه عدد المحاولات الشوط الاول 11، الشوط الثاني 6 وهتلاقي منهم برضو واحده قبل ما يخرج مصطفى محمد. عدد المحاولات الصحيحه 2 و2، وده برضو بياكد ان احنا عندنا مشكله في الفينش لسه، حته الفينش لو ظبطت هنبقى احسن. بص بقى عدد العرضيات يا كريم، 21 عرضيه في الشوط الاول، الشوط الثاني 9 بس. عدد التمريرات 235 تمريره لمصر، الشوط الثاني 194. الضربات الركنيه اخذنا 7 ضربات ركنيه في الشوط الاول، الشوط الثاني ضربه ركنيه واحده. فوز بالالتحامات الثنائيه 28 التحام في الشوط الاول، الشوط الثاني 22. طب الارقام دي بتقول ايه؟ بتقول نفس كلام كريم بالظبط، ان فعلا في مشكله في التغييرات. ودي ارقام سيئه، المنتخب متعادل الشوط الاول وعايز يرجع تاني. ايوه دي ارقام سيئه جدا، ده المفروض تتعكس. يعني انا لو متقدم وفي الشوط الثاني اقول ايه اهدي اللعب اوكي ماشي، انما انا متعادل في الشوط الاول في ارقامي تنزل هدي اللعب مع منتخب ما اعرفش. ماشي ماشي بس فنتمنى بس احنا فرحانين والحمد لله يعني الشكل ايه احنا فرحانين عارف اللي هو يعني بعدنا عن الجزائر الحمد لله مفيش جزائر خلاص الحمد لله مش بايدينا بايدهم هم مش بايدينا احنا بايدين عالم ما تعرفش برضه ايه اللي هيحصل ربنا عالم بالحاله يا كابتن اسلام ربنا عالم بصراحه عموما كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله في مباراته يوم الاربعاء القادم، مباراه مهمه وهنشوف يعني ساعتها ان شاء الله برضو هنتكلم مع حضراتكم ونبقى على الهوا عشان نعرف ايه اللي هيحصل في هذه المباراه الهامه جدا امام المنتخب السوداني. ومش زي ما ناس كثيره بتقول ان المباراه مضمونه، المباراه صعبه جدا مع منتخب كبير وقوي اكيد ويضم مجموعه من الشباب اللي عايزين يثبتوا نفسهم برضو. بس احنا كسبناهم في كاس العرب اكيد 4-0 دي كبيره، واعتقد برضو طبعا كامل احترام لكل المجهودات الفنيه بقدمها منتخب السودان، بس اعتقد ان احنا قادرين ان احنا نكسب ان شاء الله ونامن طبعا المركز الثاني. لعل وعسى لعل وعسى سيراليون او غينيا الاستوائيه يعملوا مفاجاه وحد فيهم ياخد الصداره يا كابتن اسلام، ويبقى كيروش ده راجل بصراحه مبروك راجل مبروك. احنا عايزين ايه غير شويه ناس مبروك؟ ما هو بصراحه مش تمشي غير بالتوفيق والحظ بصراحه في وسط الاخطاء الفنيه اللي احنا بنعملها. منتخب السودان متغير خالص عن بطوله كاس العرب، ما فيش غير محمد عبد الرحمن بس هم بيلعبوا بمنتخب شباب كله. نتمنى ان شاء الله ان يكون التوفيق حليف منتخب مصر ان شاء الله يعني نصعد تاني باذن الله مع نيجيريا ان شاء الله، وباذن الله يعني ربنا ان شاء الله يكرمنا باذن الله وناخد البطوله يعني يا رب ان شاء الله. عموما دي كانت حلقتنا النهارده، زي ما حضراتكم عارفين بكره ان شاء الله مباراه النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، واحده من مباريات الكلاسيكو كلاسيكو كره القدم المصريه. ان شاء الله عدد كبير جدا من الناشئين هيكونوا في او كانوا بالفعل او موجودين بالفعل في قائمه النادي الاهلي بكره. كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه والصعبه التحضيريه لما هو قادم. ان شاء الله ايضا كل التوفيق لمنتخبنا الوطني خلال المباريات القادمه، وبكره ان شاء الله هكون مع حضراتكم على الهواء مباشره. بعد طبعا مشكور زميلي العزيزين كريم سعيد، اشكرك جدا يا كريم، اشكرك جدا دكتور احمد على وجودكم معانا. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله بكره ميعادنا في تمام الساعه 11 وحلقه جديده من البيت الكريم.